قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في دوار المرضية في أطراف مشرع بالقصيري يعمل أغلب السكان في الفلاحة، قلة هم الذين اختاروا الرحيل بحثا عن أعمال أخرى تتيح لهم مستوى عيش أفضل. عبد القادر باللأسيري واحد من الذين غادروا الدوار في العام 98 900 وألف. كان في 18 من عمره مضى إلى القنيطرة، حيث اشتغل مع مقاول بناء ينحدر هو الآخر من مشرع بالقصيري. خلال السنوات الأولى من عمله كمساعد بناء كان ينام في الورش، يتخذ له من الآجور سكنا مؤقتا، حتى إذا ما قام البناء استقر في زاوية من المرآب. كان سكنه في الورشة يوفر على المقاول أجرة الحارس، بينما يعتبر عبد القادر أنه بذلك يقي نفسه ثمن إيجار سكن. مع مرور الوقت كان المقاول يوكل إليه حراسة كل ورش جديد ينتقل إليه. في العام 2001 كان المقاول الذي يشتغل معه عبد القادر يتولى بناء سكن في حي بير الرامي. لما رفع بناء الطابق الأرضي نقل عبد القادر أشياءه إلى ركن واتخذه سكنا. في تلك المرحلة كان قد تعلم البناء، ومن حين إلى آخر كان البناؤون الذين يكلف بمساعدتهم يتيحون له فرصة بناء سور أو وضع إطار باب أو نافذة. كان يحلم باليوم الذي سيعترف له بالكفاءة. لما اكتمل بناء ذلك السكن جاءه المقاول ذات مساء من يونيو وبلغه بأن ما بقي من الأشغال سينجز في وقت لاحق، وأنه سيتولى الحراسة على أن يدفع له صاحب السكن أجرته. لم يمانع، كان المهم بالنسبة إليه أن يظل هناك. لم يكن المقاول ولا كثير من العمال قد انتبهوا إلى تلك العلاقة التي أقامها عبد القادر خلال تلك الفترة مع فتاة تعمل خادمة في منزل مجاور. كان يلتقيان مساء بعد أن يجن الليل ويمضيان أوقاتا تطول أحيانا لأكثر من الساعة وهما يتحادثان، لعلهما كانا يخططان لمشروع زواج. صار مألوفا مع توالي الأيام أن يشاهدا وهما يقفان في تلك الأماكن المظلمة. يظن عبد القادر أن الظلمة التي يتوخيانها تحول دون أن يتعرف عليهما أحد من سكان الحي. لم يكن يجرؤ على استقدامها إلى ذلك السكن الذي هو حارسه. بعيد مغرب 10 نوفمبر وكان الجو ماطرا، كان على موعد مع تلك الفتاة. ارتدى جلابته الصوفية ذات اللون البني الداكن ومضى إلى الموعد. لم تتأخر، رآها قادمة. في تلك الساعة من المساء كان الشارع شبه خال من المارة. اتخذا لهما مكانا في مدخل منزل يبدو غير مأهول، وفجأة انفتح الباب الحديدي. وقع عبد القادر على الأرض بينما هربت الفتاة. وقفت على بعد عدة أمتار تراقب. نهض عبد القادر من مكانه ينفض ما قد يكون علق بجلبابه. كان يتوقع أن يظهر الذي فتح الباب، ولكن لا أحد ظهر. ابتعد. الفتاة مكانها تنتظره، خائفة كانت. لا ينكر أنه أحس برعب شديد. لا يدري كيف وصل إلى شارع عبد الكريم بالهاشمي. يمشيان على غير هدى ولا هدف. المهم أن يبتعد عن ذلك المنزل الذي انفتح بابه. ذاك المساء فضلت أن تعود إلى منزل مشغليها، ودعها عند مدخل شارع سعيد الدودي. الساعة تقترب من 8 مساء، عليه أن يعود إلى السكن الذي يتولى حراسته. وهو في الطريق من حيث لا يدري وجد نفسه يسلك الشارع نفسه. لا مجال للتراجع، يقترب من تلك الفيلا. الباب مفتوح كما تركه، النوافذ مغلقة. قدر أن لا أحد في الداخل. توقف على الرصيف المقابل يتأمل. ربما ظل واقفا هناك 5 دقائق، ربما أكثر من ذلك. ينزل مطر خفيف، الشارع خال من المارة، قليلة هي السيارات التي مرت من هناك.
فكر في الدخول إلى ذلك المنزل. ماذا لو أمسك به؟ يتساءل. لم يتخلص بعد من الخوف الذي تملكه لما انفتح الباب ووقع على الأرض. في لحظة ما ظن أن الذي فتح الباب قد يكون جنيا، دليله فيما يظن أنه لما وقع على الأرض لم ير أحدا. تجاوز تردده وتجرع خوفه. الفضول يتملكه ويستحوذ عليه ويدفعه دفعا إلى ذلك المنزل. عبر الشارع، هو الآن على بعد أمتار قليلة من الباب المفتوح، لا مجال للتردد. دلف متجاوزا باب الحديقة المفتوح بالكامل، ثم تقدم نحو باب السكن. المكان مظلم، دفع الباب فانفتح، دفع الدفة حتى صارت ملتصقة بالجدار. هو الآن في الداخل، يرهف السمع، علّه يسمع صوتا أو كلاما. وسط الظلمة مضت يمناه تتحسس جيبه، أخرج القداحة، يحاول أن يخترق بنظره حلكة الظلام. تقدم بضع خطوات، احتك أسفل جلبابه بشيء على الأرض. دقات قلبه تسارعت فجأة، تجمد مكانه. لا شيء حدث. وسط الصمت صدر من القداحة صوت احتكاك، ثم ظهرت شعلة صغيرة أضاءت المكان. الذي احتك به أسفل جلبابه فردة حذاء طويل. الصمت يخيم على المكان. تسلق السلم وهو يحرص على أن لا يحدث صوتا. في الطابق الأول وجد الباب مواربا، دفعه فانفتح. رائحة كريهة تأتي من الداخل، أو مضت الولاعة في يده مرتين قبل أن تتوجها شعلة. رأى زر الإنارة فضغط عليه. في عمق المدخل جثة في حالة تحلل متقدمة على أريكة. تغلب على خوفه وتقدم قليلا. قنينة خمر على الأرض نصفها فارغ، بالقرب منها شظايا كأس سقطت من يد الجالس على الأريكة. الرائحة الكريهة تزكمه. دلف إلى غرفة سيكتشف أنها غرفة النوم. مضى إلى الدولاب، فتحه. ملابس رجالية علقت بعناية لا تخفى، وفي درج صندوق حديدي. أخذه. في مشجب معطف أنيق، فتشه فوجد حافظة نقود، دسها في جيبه. لم يعثر على حلي. مر أمام الجثة المتحللة وهو يغطي بكفه فمه وأنفه. انسكب في السلم المفضي إلى الباب، وقف قليلا، ولما بدا له أن لا أحد رآه عبر إلى الرصيف المقابل ومشى وكأن شيئا لم يحدث. لما وصل إلى حيث يسكن تذكر أنه لم يطفئ الأنوار في تلك الفيلا المهجورة، ثم قال لنفسه: لا يهم، الرجل ميت منذ زمن بعيد. أقفل باب سكنه بإحكام. الصندوق الحديدي يحتاج إلى مفتاح، وضعه جانبا. فتح حافظة الأوراق، كانت بها أوراق نقدية بلغت 1200 درهم، بها أيضا بطاقة تعريف ظن أنها للرجل الميت ورخصة سياقة. نظر إلى الصورة، لم تعني له شيئا. أعاد الوثيقتين إلى الحافظة ودس الأوراق النقدية في جيبه. كان يفكر في الوسيلة التي سيفتح بها الصندوق الحديدي. جرب مفاتيح أقفال يعلقها معه، ولكن لا واحد منها فتح الصندوق. ذهب تفكيره إلى الثاقبة الكهربائية. الساعة تشير إلى 10 ليلا، لا حاجة إلى إثارة الانتباه. أمضى ليلته يتكهن بما قد يحتويه الصندوق الحديدي. كان يرجح أن يكون بها بعض المجوهرات ومبلغ مالي محترم. في الحقيقة ذاك ما كان يريد أن يعثر عليه في ذلك الصندوق. استيقظ باكرا، تناول فطوره، نظر إلى الساعة في معصمه: 8:30. في ركن من الغرفة التي سكنها معدات متراكمة. أخذ الثاقبة الكهربائية، حمل الصندوق الحديدي في ركن مما سيكون حديقة في مدخل الدار، حطم القفل. لم تكن عملية سهلة. في النهاية صار بإمكانه أن يكتشف ما بداخل الصندوق. صدق تكهنه،
رزمة من أوراق مالية من فئة 100 درهم ودملجان من ذهب لماع، ثم ورقة بيضاء طويت على 4. فتحها، كانت ممهورة بتوقيع، لم يكن قارئا ولم يستطع أن يعرف ما الذي كتب في تلك الورقة. جمع كل ما عثر عليه في كيس بلاستيكي وجعله في الحقيبة التي يضع فيها ملابسه. فكر في إهداء محبوبته أحد الدملجين. في أعماقه خوف من التصرف فيما استولى عليه، ولعله الخوف الذي دفع به ظهر اليوم التالي لدخوله تلك الفيلا المهجورة إلى أن يمر من هناك. كان مفاجئا ما رآه. عند الباب سيارة شرطة وسيارة للوقاية المدنية وفضوليون. أدرك فورا أن الجثة اكتشفت. تقدم من أحدهم وسأله عن سبب حضور الشرطة. رد الرجل بحماس لا يخفى أن جثة اكتشفت في تلك الدار. أضاف أن رائحة كريهة كانت تصدر من المكان، فأبلغ أحد الجيران الشرطة. عجل عبد القادر بالانصراف. مساء ذلك اليوم مضى إلى موعده مع محبوبته. كان في جيبه أحد الدملجين وقد لفه بعناية في منديل من ورق. لم تخلف الموعد. سألها إن كانت لا تزال خائفة. ابتسمت ومضيا جهة الطريق الرئيسة. ثم في لحظة لم يجعل لها مقدمات أخرج الدملج وقدمه إليها. ما هذا؟ سألت في غنج. اكتشفي بنفسك. سمع لها شهقة. كان الدملج يلمع بين أناملها. هو لك، عربون حبي لك. لم تتمالك نفسها وعانقته بحرارة. مرت بجوارهما سيارة، أطل أحدهم من نافذتها وأطلق صفيرا، وضعته في معصمها وصارت تنظر إليه. لما أتم جولتهما ودعها كما اعتاد على ذلك في مدخل شارع سعيد الدودي. في المشرحة إلى حيث نقلت الجثة المتحللة، أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة تعود إلى 2 على الأقل، وأنها قد تكون نتجت عن سكتة قلبية. لم يلاحظ على الجثة ما يدل على أن الوفاة نتجت عن عنف، ولكن التحقيق الذي بدأ كان يروم بالدرجة الأولى إلى إثبات هوية الهالك. بصمات الجثة لم تنطق بأي اسم. الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران كانت متضاربة. أغلبها مال إلى أن أصحاب ذلك المنزل يعيشون في فرنسا، وأن الفيلا كانت غير مأهولة. كان الاهتمام منصبا على المعلومات الأولية التي تم تدوينها في محضر معينة. كل أبواب الفيلا كانت مفتوحة، وذاك تفصيل قد يخفي الكثير. وهو في الطريق إلى حيث يسكن، تفادى عبد القادر بالعسيري المرور من ذلك الشارع حيث تلك الفيلا التي اكتشفت بها الجثة المتحللة. لم تسأله محبوبته عن مصدر الدملج الذي أهداها. قد تسأله في المرة القادمة. بما سيجيب؟ يسأل نفسه وهو يجد الخطوة. هل سيقول لها إنه سرقه من تلك الفيلا التي انفتح بابها لما اتكأ عليه؟ لا يذكر أنه سرق من قبل. نعم، سبق أن سرق فاكهة من عرصة الجيران، لكنه لم يدخل قط دارا ليسرق، وها هو فعل. لا يدري لماذا يحاول أن يوهم نفسه بأنه كان مسيرا فيما قام به. يرى أنه أهون عليه أن يقنع نفسه بأنه ما قام بما قام به بنية السرقة، ولكنه الفضول دفعه لاكتشاف ما في تلك الدار. والدملجان وحافظة الأوراق جاءته وسوسة من أعماقه تفتيه بأنها لقية، ليعدها كذلك وليكفي نفسه جلد الذات. تلك فتوى طمأنته. في سكنه لما دخل أعد شايا، كانت في طنجرته بقية من غذاء هي عشاؤه. من حقيبة أغراضه أخرج الصندوق الحديدي. رزمة الأوراق النقدية من فئة 100 درهم ما زالت مكانها، لم يمسسها. تناولها وبتصرف بدا غريزيا لديه استدار إلى الحائط وصار يعدها. لم يسبق له أن عد رزمة من أوراق مالية بسمكها. 25,000 درهم.
ضحك وهو ينظر في الجدار ذي اللون الإسمنتي. أعاد المال إلى الصندوق الحديدي وأمسك حافظة الأوراق يتأمل الصورة التي في بطاقة التعريف الوطنية وتلك التي في رخصة السياقة، يقارن بين الصورتين، هما لشخص واحد، يبدو شابا في الصورة التي في رخصة السياقة، في بطاقة التعريف الوطنية يبدو واضحا أن العمر تقدم به. أخرج الورقة التي طويت على أربع وفي أسفلها توقيع، نظر إليه نظرة عابرة، فكر في تمزيقها، ولكن رغبته في معرفة ما كتب فيها جعلته يعدل عما هم به. تولى فريق من الشرطة العلمية مسح تلك الفيلا حيث اكتشفت الجثة التي أدركها التحلل. رفعت بصمات التي كانت على قنينة الخمر التي عثر عليها بجوار الجثة تعود إلى شخصين، عثر على بصمة مختلفة على زر الإنارة. البصمات التي أخذت من قنينة الخمر تعود إلى بوشعيب صيرور من مواليد العام 53-900 يسكن في فاس، وأخرى تعود إلى رجل يدعى سعيد حدو من مواليد العام 75-900 ويسكن في سوق أربعاء الغرب. البصمة التي اكتشفت على زر الإنارة والتي رفعت مثيلاتها من أبواب الدولاب تعود لعبد القادر بالعسيري المزداد في العام 80-900 والذي حسب ما هو مدون في السجلات يسكن بدوار المرضية في نواحي مشرع بلقصيري. ثلاثة أسماء، أحدها لصاحب الجثة واثنان لشخصين وجدا في الفيلا. تقرير الطبيب الشرعي بالرغم من إشارته إلى أن الراجح أن يكون الرجل مات إثر سكتة قلبية لا يستثني احتمالات أخرى. بعد عدة أيام توصل المحققون بما يفيد بأن المدعوب شعيب سرور غادر منزله في فاس البالي قبل ثلاثة أشهر، كان يعمل في ورشة للنجارة. قالت شقيقته إنه أخبرها بأنه سيذهب إلى القنيطرة لإنجاز أشغال لحسابه الخاص وأن أخباره انقطعت منذ إذن. لم تكن المرة الأولى التي يسافر فيها للعمل خارج فاس. علم المحققون أنه لم يكن متزوجا. الأوصاف التي قدمتها شقيقته تؤكد أن الجثة التي عثر عليها في ذلك المنزل كانت جثته هو. في سوق أربعاء الغرب وجد سعيد حدو في العنوان المسجل على بطاقة تعريفه الوطنية. بالنسبة للباحثين فإن الوصول إليه قد يمكن من فك لغز الجثة المتحللة. لم ينف الرجل معرفته ببوشعيب سرور، قال إنه تعرف عليه قبل نحو ثلاثة أشهر، التقيا في ورش عمارة سكنية كان بوشعيب سيتولى صناعة أبوابها ونوافذها وكل ما هو تجهيز خشبي. لما سئل عن وجوده معه في تلك الفيلا في القنيطرة حاول أن يتهرب من الإجابة، قال إنه لا يعلم شيئا عنها، ولكن الباحث أبلغه بأن بصماته وجدت على قنينة خمر عثر عليها هناك. لم يكن قد أبلغ بعد بأن بوشعيب مات. قال إنه غادر القنيطرة منذ شهرين بعد أن انتهت أعمال التبليط ووضع الزليج في تلك العمارة. نقل الرجل إلى القنيطرة لاستكمال البحث. في مكتب الضابط الذي أشرف على التحقيق في هذه القضية فردة الحذاء الطويل التي احتك بها جلباب عبد القادر لما كان في مدخل الفيلا أخرجها الضابط من دولاب حديدي. هل هي لك؟ دقق سعيد حد ونظر فيها، بدا مترددا بين النفي وتأكيد أنها له. لم يمهله الضابط وطلب منه أن ينتعلها، كانت على مقاس قدمه. من دوار المرضية في مشرع بالقصيري جاء ما يفيد بأن عبد القادر بالعسيري صار يقيم في القنيطرة حيث يعمل في مقاولة للبناء. قال والده إنه زارهم قبل شهرين ثم عاد. قال إن مشغله ينحدر من بالقصيري. في القنيطرة لم يجد الباحثون صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذا المقاول. لما سئل أجاب بأن أثنى على سلوك ذلك الشاب الذي ما غادر دواره إلا بحثا عما يرفع من مستوى عيشه ولمساعدة أسرته. أخبرهم بأنه يتولى الآن حراسة فيلا في حي بير الرامي.
كان الوقت عصرا لما وقفت بباب تلك الفيلا التي لم يتسلمها أصحابها بعد سيارة حملت مفتشي شرطة. بدا عبد القادر وقد فوجئ بهما، اضطرب لما أخبراه بأنهما من الشرطة. هدأ أحد الضابطين من روعه قائلا إنهما يريدان أن يطرح عليه بضعة أسئلة. دخل إلى حيث يسكن شده، جف حلقه لما سئل عن تلك الفيلا وعن سبب وجوده فيها. حاول أن ينكر، ولكن أحد المفتشين أبلغه بأن سبب قدومهما أنه عثر في تلك الفيلا على ما يفيد بأنه مر من هناك. لم يحدث له أحد ذكرا عن تلك الجثة التي اكتشفت جالسة على أريكة وبجوارها قنينة خمر. احمر وجهه، أشد احمرارا كانت أذناه. أنا لم أقتل أحدا. ومن قتل؟ أنا لم أقتله، كان ميتا لما دخلت، لم أمسسه. أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يمسسه. وهل تعرفه؟ لا أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته. نقل إلى مقر المفوضية، هناك حكى للباحثين قصة دخوله إلى تلك الفيلا، وهناك اعترف بأنه سرق صندوقا حديديا وجد بداخله دملجا من ذهب ومبلغا ماليا. لما تسلم المحققون ما كان بحوزته ولم يقل شيئا عن الدملج الثاني الذي أهداه محبوبته، تبين أن الصندوق الحديدي لم يكن لبوشعيب سيرور، ولكن حافظة الأوراق كانت له. أفضت التحريات إلى أن الفيلا التي تبدو مهجورة في ملك عائلة تقيم في إيطاليا، وأن بوشعيب الهالك قام ذات مرة بإصلاح بعض النوافذ والأبواب، ومن ثم احتفظ بنسخة من المفاتيح. كان كلما جاء إلى القنيطرة يأوي إلى تلك الفيلا، بل إنه كان يدعو إليها أشخاصا آخرين. قال سعيد حدو إنه في 20 أكتوبر اتفق مع بوشعيب على السهر سويا، اشتريا قنينة خمر. كان المقرر أن يلحق به بعد مغرب ذلك اليوم وأن يأتي معه بفتاتين، لم يتمكن من ذلك. ولما حضر وحيدا وجد بوشعيب جالسا في مدخل الطابق العلوي على أريكة، كان قد شرب نصف زجاجة الخمر، سكرانا كان. سأله عن الفتاتين، ولما رد بأنهما لم تحضرا إلى المكان المتفق عليه صرخ في وجهه. قال سعيد إنه ظل صامتا، ولكن بوشعيب نهض من مكانه وأمسك به من عنقه وطلب منه الانصراف. كان قد خلع فردة من حذائه الطويل، لم يمهله حتى ينتعلها، دفعه إلى الخارج، كاد يلقي به عبر السلم، لم يحتمل. ولما تجاوز الباب سمع شيئا ما سقط على الأرض، قال إنه لم يره بعدها. الوضع الذي وجدت عليه جثة بوشعيب سيرور تدل على أنه قد يكون توفي نتيجة سكتة قلبية لم تمهله. لعله في حال صدق سعيد فيما قال، عاد إلى مقعده بعد أن طرده وهو في حالة الغضب التي كان عليها، وأن النوبة القلبية قد تكون حدثت نتيجة غضبته تلك. لاحقا سيعلم المحققون من أخته أنه كان يعاني من متاعب صحية تفاقمت في العامين اللذين سبقا وفاته. لم تحدد عملية التشريح تاريخا مضبوطا لوفاة بوشعيب، ولم يكن لدى سعيد ما يثبت براءته الكاملة، كما لم يتوفر ما يدينه. روايته لما حدث بدت متماسكة. أما عبد القادر الذي اعترف بأنه سرق من الدولاب الصندوق الحديدي ومن معطف متوفى حافظة أوراقه، فقد توبع بتهمة السرقة، أودع السجن، وظلت محبوبته تتردد على مكان سكنه. لم تعلم بما جعله يختفي سوى بعد أن غادر السجن، حيث أمضى 3 أشهر. قد يكون حكى لها الآن عن مصدر الدملج الذي أهداه. جعفر؟ نعم سيدي، جعفر أيوب الدقي. عمرك؟ أنا من مواليد حلب في سوريا في العام 78 900 وألف. كان الضابط التونسي يرقن كل ما يسمعه على لوحة مفاتيح الحاسوب، لم يكن يبدو على الرجل ما يوحي بأنه خائف أو قلق،
مع ذلك فإن شرطة بن قردان على الحدود التونسية الليبية كانت قد أوقفته منذ بضع ساعات فقط، لم يكن بمفرده بل كان مع مجموعة من المهاجرين أغلبهم من الأفارقة تسللوا إلى الأراضي التونسية، كلهم إلا جعفر أيوب الدقي قالوا إنهم كانوا في ليبيا منذ سنوات وإنهم اضطروا إلى اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية فرارا من الضغوط والمخاطر التي يتعرضون لها. في العام 17 و2000 لم تكن ليبيا قد تفلتت بعد من تبعات انهيار نظام معمر القذافي، الثورة التي أودت بنظام من كانوا ينادونه الأخ القائد وبحكمه أربكت الكثير في بنية المجتمع الليبي، وكانت سيئة آثارها على مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة والعرب الذين اضطر كثير منهم إلى الرحيل تاركين وراءهم كل ما تملكوه بعرق الجبين. أودع أولئك المهاجرون السجن في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار أن يحسم القضاء في أمرهم، أغلبهم قدموا وثائق هوية وإن كان أغلبها منتهي الصلاحية، ولكن جعفر الذي يقول إنه سوري من حلب لم يقدم أي وثيقة ويدعي أن ميليشيات ليبية جردته من كل أوراقه. كانت حالة هذا الرجل الأربعيني تطرح على الأمن التونسي تحدياً واضحاً، فقبله لم يعلم القبض على مواطن سوري تسلل إلى الأراضي التونسية هارباً مما كان يعتمل في ليبيا. الأوضاع القائمة لا تتيح رصداً لتفاصيل مقامه في ليبيا، وفي سوريا حيث الحرب على كل الجبهات لا يبدو أن مثل هذه القضايا تعطى الأولوية. وفي كل الحالات فإن المرور عبر القنوات الدبلوماسية يتطلب وقتاً غير يسير. لم يكن أي سوري من بين المهاجرين المتسللين إلى التراب التونسي والذين أمسك بهم في بن قردان، ومع ذلك فإن التحقيق يقتضي أن يسأل أولئك المهاجرون الذين كان جعفر من بينهم عما يعرفونه عنه. يفترض الباحثون أن تكون له مع البعض منهم علاقة ولو في المرحلة التي استعدوا فيها لتخطي الحدود، وربما كان هناك من يعرفه منذ فترة. لم يكن رئيس شرطة مركز الحدود في بن قردان مقتنعا تماما بأن هذا الشخص سوري، وإن كان في كلامه ما يحيل على اللهجة السورية. ما يهمه أن يتوفر لديه دليل قاطع على أن الرجل سوري حقا، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفر وثائق رسمية أو بإفادات تستقى من معارفه أو ممن كان برفقتهم. كانت التعليمات أن يسأل كل واحد من المهاجرين المعتقلين على انفراد، ثم وحتى لا يتسرب إلى جعفر ما يجري يتم إيداع كل من سئل في زنزانة جديدة. وكذلك وقع الباحثون على رجل سنغالي اسمه موسى، قال إنه تعرف إلى السوري قبل 5 أو 6 أشهر وإن ذلك كان في بنغازي. كان موسى يعمل في محل لصباغة السيارات سنوات قبل أن ينهار حكم العقيد القذافي، ولما اندلعت الثورة ونشبت الحرب لم يعد من مجال للعمل. كان يترقب أن تتحسن الأحوال ولكنها كانت تزداد سوءا، ولم يستطع مغادرة بنغازي، وصار الرحيل بل محاولة الرحيل مغامرة غير محسوبة العواقب. تحدث موسى عن الظروف التي تعرف فيها على جعفر السوري. كان سوء الحال الذي آل إليه المهاجرون يملي عليهم تكافلا وتآزرا، فقد كانوا بين نارين، الثائرون يرونهم من أنصار النظام، والنظام يراهم ناكرين لما كان يعده جميلا أسداه إليهم. كثيرون فقدوا السكن بعد مورد الرزق، ومنهم من كانت معهم عائلاتهم. صار المهاجرون يتقاسمون المأكل والمسكن، وكذلك انضم السوري إلى المجموعة التي كان موسى ضمنها. لم يكن موسى أول من كشف المآسي التي عاشها المهاجرون في ليبيا المترنح نظامها والمضطرمة نيران حربها،
مهاجرون من قبلهم حكوا عن كل ذلك، وتلقفت ما حكوه منظمات إنسانية، ولكن ما قاله المهاجر السنغالي جعل الباحثين في مفوضية الشرطة ببنغردان يرجحون أن يكون جعفر صادقاً في زعمه أنه سوري. في سياق التحريات التي باشرتها شرطة بنغردان تفتيش دقيق لما كان يحمله أولئك المتسللون، لم يكونوا يحملون الكثير. في الأغراض القليلة التي كانت مع جعفر اكتشفت رسالة توصل بها في مارس من العام 2011 من شخص اسمه معاذ أحمد بشير. في الظرف الذي حمل الاسم الثلاثي لجعفر، جعفر أيوب الدقي، أوراق نقدية من فئة $50 أمريكياً لما مجموعه $1,500، ونص الرسالة. بدت الورقة التي خطت عليها مستنفرة كامل اهتمام الضابط الذي فتحها. كتبت الرسالة في دمشق بتاريخ 10 من كانون الأول، أي شهر ديسمبر من العام 2010، ومما يشير إليه صاحبها ما وصفه أجواء متوترة في كل البلاد. لم يخض في التفاصيل، ولكنه لمح إلى أن الأمر ربما أخذ أبعاداً غير مسبوقة ليس في سوريا فقط. استوقف الضابط وهو يقرأ رسالة معاذ أحمد بشير إلى جعفر قضية استغرقت الحيز الأكبر من تلك الرسالة المطولة، فهو يخبره بأن عائلة أبو ليلى لا تكف تبحث عنه وتستقصي أخباره. قال له إنهم لم يتنازلوا عن مطالبتهم بالثأر منك، وإنهم يبعثون عيونهم وآذانهم إلى كل مكان فيه ذو قربى لك، وقد أرسلوا من يبحث عنك في بيروت، وذلك مما يبعث على القلق الشديد. لم يرد في الرسالة ما يفيد بطبيعة العلاقة التي تربط جعفر السوري ومعاذ أحمد بشير الذي بعث إليه بتلك الرسالة قبل 7 أعوام. لم يستغرب الضابط أن يحتفظ بها جعفر خلال كل هذه السنوات. أحضر جعفر إلى مكتب الضابط المكلف بقضية المهاجرين المتسللين. كانت الرسالة على المكتب وإلى جانبها $1,500 وأشياء أخرى من أغراضه، ما أن وقع بصره على كل ذلك حتى ارتسمت الدهشة على وجهه. هم بالكلام ثم أحجم، قد يكون انتبه إلى أن كل زلة لسان قد تؤدي به إلى حيث لا يريد. نظر الضابط في عينيه ثم سأله عن الثأر الذي يلاحقه وعن السبب في ذلك، ولم يكن يخفى عن الضابط التونسي أن الأخذ بالثأر والمطالبة به مما هو معروف في كثير من المجتمعات المشرقية. قال جعفر بنبرة تكاد تخفي أسفا يسره في نفسه: نعم سيدي، أنا ملاحق منذ 10 سنوات، لأنني قتلت شخصا في ريف دمشق، حيث القرية التي أنحدر منها وتسكنها عائلتي من بقي منهم حيا. كان بين عائلتي، عائلة الدقي، وعائلة من القرية هي عائلة الأبو ليلى، خلافات ونزاعات قديمة حول الأرض. لم أكن أنا من بدأ هذا النزاع، ولكنني ورثته كما ورثه والدي من قبل، ووالد حسين الأبو ليلى كان في مثل سني، وكان شديد العداء لي ولأفراد أسرتي، وكنا نغض الطرف ونصم الآذان عما كان يكيله لنا من شتائم كلما وجد سبيلا إلى ذلك. كنا نتجاهله بحثا عن سلم ثبت مع مرور الوقت أنه ولا عائلته معنيون بها. كنت الابن الأكبر، وكان حسين الأبو ليلى يستفزني باستمرار، ولكن الكيل طفح لما صار يضايق شقيقتي ميسى كلما صادفها. احمرت عينا جعفر غضبا وارتفع صوته، وبدا وكأنه يستحضر لحظات الغضب الذي اضطرم في داخله هناك في ريف دمشق، ولعله نسي أنه في مفوضية شرطة مدينة بنغردان. قال: النساء خط أحمر. التمعت على جبينه قطرات من عرق. نعم، كان علي أن أنهي طغيانه، لقد قتلته من أجل شرف العائلة.
نظر إلى الضابط وابتسم، وكأنه يستحضر بافتخار ما قام به. لقد قتلته، ترصدته كما كان يترصدنا واحدا واحدا، ولما وجدت الفرصة مواتية قتلته. كنت قد جمعت أغراضي، وعلى مدى أيام طويلة كنت مستعدا للرحيل بعد أن أتم ما علي أن أتمه. كان الضابط يصغي إليه باهتمام، ولما أتم قصة قتله حسين الأبو ليلى مال إلى الهدوء، صمت لعدة دقائق لم يسأله خلالها الضابط عن أي شيء، ثم من تلقاء نفسه اعتذر عن انفعاله. قال إنه كلما استحضر تلك اللحظات المؤلمة كلما اشتد شوقه إلى قريته، وإنه يعلم يقينا أنه لن يستطيع العودة إليها. الحرب المستعرة هناك شتتت شمل عائلات كثيرة، وتفرق الناس على طرقات النزوح واللجوء. قال إنه لما فر من سوريا لم يفر لاجئا، وإنما كي لا يقتل أخذا بثأر حسين. توقع الضابط أن يكون مقام جعفر في ليبيا فصلا من قصة هروبه الطويلة، ولم يخب توقعه. قال جعفر إنه اختار الهروب إلى ليبيا لأنه كان موقنا بأن الذين يطالبون برأسه سيبحثون عنه في لبنان وفي تركيا ربما، وفي مصر أو في الأردن، ولكنهم لن يتصوروا أنه سيفر إلى ليبيا. بدا الضابط وقد مال إلى التعاطف مع جعفر. مؤلمة هي قصته، كما هي مؤلمة قصص الكثيرين ممن اجتثتهم النزاعات والحروب من تربتهم، ولكن افتقاده إلى الوثائق التي تثبت قطعا هويته مما يعقد أموره. وحيل ملفه على المسار الدبلوماسي أملا في أن تستجيب السفارة السورية في تونس، وإلى أن يتم ذلك فإنه سيظل رهن انتظار قد يطول. ما كان يخشاه جعفر أن تستعمل الميليشيات وثائقه في تزييف هوية تسخر للعبور إلى بلدان أو إلى مناطق تنفذ فيها عمليات غير مشروعة. بعد 3 أشهر من الانتظار تمكن جعفر أيوب الدقي من الحصول على نسخة من شهادة الميلاد. كانت الوثيقة الرسمية الأولى التي يقدمها إلى الجهات المسؤولة في بنجردان ليثبت أنه سوري، كما صرح بذلك يوم أمسك به متسللا من ليبيا. أغلب الذين كانوا معه رحلوا إلى بلدانهم، بينما باشر هو إجراءات الحصول على صفة لاجئ. حكى ذات يوم لأحدهم أنه وعدد ممن كان في جملتهم لما سعوا إلى التسلل إلى تونس لم يكن المكوث في تونس غايتهم، وإنما كانوا يرغبون في ركوب البحر وصولا إلى أوروبا. لم يتح لهم ذلك، ولكن الفكرة ظلت تراود جعفر، وقد آلى على نفسه أن يعمل من أجل ذلك. كانت الوثائق التي حصل عليها من السلطات التونسية تتيح له التنقل من منطقة إلى أخرى. جرجيس لا تبعد كثيرا عن بنجردان، زارها مرة فأعجبته، وعاود زيارتها مرات، واستطاع أن يكسب ود أشخاص هناك حدثوه عن شبكة للهجرة غير القانونية. وذات ليلة كان مع المبحرين على متن قارب للصيد الساحلي. كان محظوظا إذ لم يغرق القارب. في لامبيدوزا الجزيرة الصغيرة في أقصى الجنوب الإيطالي أمضى محتجزا عدة أسابيع، ثم أخلي سبيله بعد أن وقع التزاما بمغادرة التراب الإيطالي، ولكنه لم يغادر. لما فقد عبد العزيز عسالي عمله في العام 10 و2000 وصار رقما أضيف إلى الذين لالتهم البطالة الزاحفة، فهم أن الأفق المنظور لا يبشر بخير، وأن عليه أن يتدبر أمره. الذين فقدوا عملهم قبله يواجهون متاعب لم يتوقعوها يوم بنوا حلمهم الأوروبي. يعلم أن ما سيحصل عليه لن يكفيه للاستجابة لمتطلبات حياته اليومية. مساكين أولئك الذين لهم أسرة وأطفال، كان يرى أنه أحسن حالا من كثيرين،
وكان ككثيرين يتمنى ألا تستمر الأزمة طويلا، مشاريع كثيرة توقفت. كان الجو باردا في فبراير من ذاك العام، انتظر حتى يونيو علّه يجد عملا بديلا. كانت حرفته صباغا، قطاع البناء في تراجع سريع ويهدد بشلل تام، مقاولات كثيرة أفلست، وعمال كثيرون لا فرق بين مؤهل وغير ذي مؤهلات صاروا بلا شغل. قرر عبد العزيز أن يغادر برشلونة ويعود إلى أكوراي، قريته القريبة من الحاجب. هناك سيكون أحسن حالا، في حسابه البنكي مبلغ لا يستهان به سيجعله يصمد. لم يعد يحدث ذكرا عن مشروع زواج أثاره ذات مرة قبل عامين مع والدته. أمضى شهر يونيو كاملا في أكوراي، ولما بدأ الحر يزحف على المنطقة عبر عن رغبته في التوجه إلى الجديدة عند صديق له هناك، عاد هو الآخر من إسبانيا بعد أن فقد عمله في مقاولة للصناعات الحديدية. كان الرجل واسمه لحسن زراق قد افتتح في مرآب منزله محلا لبيع الأثاث المستعمل. لم يكن يخفي على صديقه أن العملية تدر دخلا يساعده على مواجهة متطلبات الحياة. يوم حل ضيفا عليه في الجديدة خص له استقبالا يليق بالصداقة المتينة التي تربطهما منذ ما يقرب من 10 أعوام. كان الحسن من رواد مقهى في وسط المدينة. هناك تعرف عبد العزيز على عدد منهم، شباب في مثل عمره، منهم من يعمل موظفا ومنهم من يعاني البطالة، وآخرون يراهنون على فرصة كسب سريع. لا يدري عبد العزيز كيف انتقل الحديث ذاك المساء في ذلك المقهى إلى الحديث عن استخراج الكنوز الدفينة. ابتسم لحسن لما قال أحدهم إنه يعرف فقيها يملك قدرة خارقة على معرفة الأماكن التي دفنت فيها تلك الثروات. استقطب حديثه ذاك كل الانتباه. كان يتحدث بنبرة الواثق الموقن بأن ذاك الشخص الذي كناه الفقيه يستطيع أن ينظر ويحدد المكان بدقة، بل ويباشر عملية استخراج الكنز. ضحك أحدهم فزجره الذي كان يتحدث، وحتى يمنح سندا لما يقول ساق مثالا عن القدرات الخارقة لذلك الفقيه. قال إنه تمكن من استخراج كنز كان مغمورا بمياه شاطئ سيدي بوزيد. بجوار الطاولة التي تحلقوا حولها رجل ابيض رأسه ولحيته، كان يدخن سجائر من التبغ الأسود وينفث من حوله دخانا يرتفع ثم يمضي إلى نافذة بها شباك حديدي. لعله أراد أن يضحك ملء فيه لما سمع ما يزعمه ذاك الذي احتكر الكلام. انتابه سعال، أسرع النادل إليه بكأس ماء. لما هدأ نهض من مكانه، نظر مطولا إلى الذي قال إن فقيهه استخرج كنزا من تحت مياه البحر، ثم مضى. أكمل المتحدث قصة الكنز المغمور بالماء على الشاطئ. قال إن ذلك الفقيه أزاح بيديه العاريتين ثعبانا أسود كان يلتف حول الصندوق الخشبي الموشى بالنحاس الخالص، وإن تلك الأفعى السوداء لم تكن سوى تمظهر لجني ولي أمر حراسة الكنز. كانت مخيفة تلك الحكاية. ساد الصمت، لم يعد أحد يجرؤ على التشويش. لعلهم ينتظرون أن يبوح صاحبهم بما اكتشف في ذلك الصندوق، ولعله رصد ترقبهم ذاك فأراد أن يمطط القصة تمطيطا. تحدث عن بخور تم استعماله في ظلمة حالكة، وعن تعاويذ قرئت وطلسمات وجداول حرقت، ثم قال كان في الصندوق حلي من ذهب، دمالج وأقراط ترصعها أحجار كريمة، وكان بالصندوق قطع نقدية من ذهب. تحدث الرجل بحماس عن اللويز اللماع، ثم بدأ الجمع ينفرط من حوله. لم يبق سوى الحسن وضيفه. فيما رواه الرجل ما يغري. في صمته تساءل عبد العزيز عما إذا كان في أرض أجداده كنز دفين لم يقع عليه أحد بعد.
حكايات استخراج الكنوز التي كان يسمع بها منذ كان صبيا، للجن فيها حضور أساسي، وللذين يسمونهم الفقهاء. لا سبيل إذن إلى المحاولة دون إشراك من يستطيعون منازلة الجن. كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا لما ودع الحسن وعبد العزيز ذاك الذي تمكن أن يشد إليه الأنظار. بعد خطوات استوقف عبد العزيز صديقه بأن سأله عما إذا كان الرجل يستطيع أن يرتب له لقاء مع ذلك الفقيه. لم يتمالك الحسن نفسه وفجر ضحكة قوية، ما أن هدأ حتى أكد له أنه جاد فيما يريده. وهل صدقت ما قاله؟ لما لا أصدقه؟ لم يكن أول من حكى عن استخراج الكنوز. هل تشك في وجود كنوز دفينة في كل جهات المغرب؟ هل تشك؟ لا أشك، قالها وهو يغالب ابتسامة خشي أن يساء فهمها. مشيا عدة خطوات صامتين، يظن عبد العزيز أن صديقه لا يأخذ الموضوع مأخذ الجد. في البيت بلا تمهيد ولا تقديم استحضر بقوة الوضعية الهشة التي يقبل عليها كما آلاف ممن فقدوا العمل في مهجرهم الإسباني، ثم قال إنه سمع أكثر من مرة عن كنوز مدفونة في أطراف قريته أغوراي، وعن تجارة في الظل رائجة بضاعتها ما يعرف بالتقييدات، تلك الوثائق المطلسمة التي تدل بأسلوب ملغز لا يفهمه إلا العارفون بأحوال الجن على مكان وجود كنز من تلك الكنوز التي تم دفنها في عصور غابرة. صمت بينما دخلت شقيقة الحسن تحمل العشاء. ظن الحسن أن صديقه سيمسك، فما سمعه في المقهى كاف، ولكن ظنه خاب، فقد أبدى عبد العزيز إصرارا على المضي في ذاك الاتجاه، بل إنه عرض عليه أن يكون شريكه في تلك العملية وأن يحصل على نصيب مما قد يقعون عليه من كنز. بالنسبة للحسن لم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير، اعتذر لصديقه وقال له إن ما يعرضه سيلهيه عن تجارته التي تدر عليه دخلا يقيه شر الاستدانة. تحاشى ما قد يؤوله صديقه إعلانا بنهاية صداقة أقاماها على التضامن، فوعده بأن يمضي به إلى ذلك الذي حكى عن كنز الشاطئ وأن يلح عليه في ترتيب لقاء مع الفقيه إياه. سر عبد العزيز بما سمع. ليلتها حلم بصناديق ملئت ذهبا وأحجارا كريمة وحياة طرف وبذخ. كان يود لو لا يوقظه أحد من نومته تلك، ولكن ضوء الصباح الذي تسلل من النافذة الوحيدة في تلك الغرفة كان له القول الحسم. نهض متثاقلا على مائدة الفطور، عاد يلح على الحسن، قال له إنه رأى في منامه أنه عثر على كنز قرب منزل عائلته في أغوراي، أمعن في وصف لقياه. انتبه الحسن إلى أن صاحبه يكذب ويشطط في الخيال حين قال إن جنية كانت تحرس الكنز، وإنها ما أن رأته حتى فتنت به وتركت وديعتها. كان الذي حكى لهم بالأمس عن الفقيه في ورشة النجارة التي يعمل بها، لم تكن تبعد كثيرا عن منزل الحسن، ما أن رآهما حتى أقبل عليهما. فوق أذنه قلم حبر جاف، صافحهما بحرارة. قال له الحسن إن صديقه يريد اللقاء بذلك الفقيه الذي برع في استخراج الكنوز الدفينة، ولأنه كان في مكان العمل فقد اتفق مع عبد العزيز على اللقاء مغرب ذلك اليوم في المقهى. ظل يجول في شوارع الجديدة. لما اقترب المغرب رن هاتفه، دعاه ذاك الذي يعمل في ورشة النجارة واسمه الميلودي إلى اللقاء في مكان غير المقهى. أكد له أن الفقيه إياه سيكون في انتظارهما في باب مسجد في الحي البرتغالي. بعد صلاة المغرب وقف عبد العزيز والميلودي في مكان يتيح لهما رؤية الخارجين من المسجد. لا يدري عبد العزيز من أين خرج رجل قصير القامة نحيل. قال له الميلودي هذا هو الفقيه الذي حدثتك عنه. صافحه
عيناه تلمعان لمعانا غريبا، كذلك خيل لعبد العزيز، في وجهه لحية لم يخالطها شيب. ثم تحرك الثلاثة، اكتشف عبد العزيز أن بالفقيه عرج خفيف، مضى بهما إلى منزل على بعد زنقتين من المسجد. كان منزلا متواضعا، في الغرفة التي جلسوا فيها صورة يغلب عليها اللون الأصفر لرجل ذي لحية كثة يرتدي عباءة طويلة، عند قدميه أسد باسط ذراعيه. بدا الفقيه مستعجلا الحديث في الموضوع الذي من أجله التقوا. قال عبد العزيز للفقيه إنه سمع عنه ما شجعه على اللقاء به، إذ يظن أن في أطراف قريته أغوراي كنوزا قديمة دفينة. ما دليلك على ذلك؟ فاجأه سؤال الفقيه. سمعت أناسا كثيرين في القرية منذ كنت صبيا، وهم يتحدثون عن أناس استوطنوا المكان في عهود غابرة وارتحلوا فجأة، وأنهم خلفوا وراءهم كنوزا دفنوها. صمت ثم أكمل، لعلهم كانوا ينوون العودة ولكنهم لم يعودوا. كان الفقيه مطرقا، دفع طاقيته البيضاء فنزلت على جبهته، ثم مضى بأصابع يسراه إلى مؤخرة رأسه، هرشها هرشا خفيفا، ثم أعاد الطاقية إلى وضعها الأول. تعلم يا سي عبد العزيز أن ما تطلبه يستوجب الاتفاق مقدما على بعض الأمور. نعم أعرف. علينا أولا أن نحاول العثور على تقييدة تتعلق بتلك المنطقة التي ذكرني بها. أغوراي. نعم علينا أن نحاول العثور على تقييدة تخص أغوراي، وإلا فسيكون علي أن أتنقل معك إلى هناك، وهذا يعني أن المسألة تتطلب نفقات ومصاريف، فهل أنت مستعد؟ لو لم أكن مستعدا لما طلبت مقابلتك. كان الميلودي يصغي إلى حوارهما في صمت. اتفق على لقاء جديد بعد 3 أيام لإتمام الاتفاق. لم يتدخل الميلودي في الحوار الذي دار بين عبد العزيز والفقيه، سيظل رجلا لا اسم محدد له، حتى إنه لما سأله عبد العزيز عن اسمه قال له بإمكانك أن تناديني الفقيه، لم يلح عليه. كان الرجل القادم من أغوراي يتوقع أن يكون الميلودي طرفا في الحديث الذي جرى في منزل الفقيه بالحي البرتغالي في الجديدة، ولكن لا شيء من ذلك حدث. ظن أن الرجل يعرف حدود تدخله وأن مهمته تنتهي ربما بترتيب اللقاء، سيتأكد له ذلك عندما ودعا الفقيه وقد اتفقوا على لقاء جديد بعد 3 أيام. لما ابتعد عن الحي لحق بسمعهما صوت المؤذن ينادي لصلاة العشاء. يعلم عبد العزيز أن صديقه الأحسن سيكون في انتظاره في المقهى، حسب أن الميلودي سيرافقه، ولكنه اعتذر وقال إن لديه التزامات أسرية. هم عبد العزيز بمصافحته مودعا، ولكن الرجل فاجأه بأن طلب منه أن يدفع له مقابلا لتوسطه في لقائه بالفقيه. صمت قليلا وظل ينظر إليها، كاد يقول له إنه لم يتفق معه على ذلك، ولكنه تراجع إذ فكر فيما هو آت. أدخل يده في جيب سرواله وأخرج ورقة من فئة 50 درهما، دسها في يده، ابتسم له ومضى. كان الحسن جالسا إلى طاولة مع مجموعة من أصدقائه، وجوه رآها بالأمس. أخذ مكانه حول الطاولة، ولما جاء النادل طلب براد شاي بالنعناع، يعلم أن المقهى سيغلق بعد ساعة على أبعد تقدير، وأنه سيفاتح الحسن في موضوع اللقاء مع الفقيه وهما في الطريق إلى المنزل. ذاك المساء من شهر يوليوز من العام 10 و2000 دار الحديث حول اكتشاف سمكة غريبة أمعن المتحلقون حول الطاولة في وصفها، وزاغ بهم حديثهم وانغمسوا في حكايات غريبة رواها صيادون. لاحظ عبد العزيز أن تلك المجموعة التي تلتقي كل مساء تحب الخوض في الأشياء الغريبة والمدهشة. في النهاية أليست تلك طريقة للتخلص من ضغط يوم كامل من العمل والسعي؟ في الطريق إلى المنزل سأل الحسن صديقه عن لقائه بالفقيه صياد الكنوز،
حكى له ما دار بينهما بالتفصيل. أخبره أيضا بأن الميلودي طلب منه ثمنا للوساطة التي قام بها. لم يعقب لحسن على ذلك ولا عقب لما أخبره بأنهما سيلتقيان من جديد بعد 3 أيام. في انتظار ذلك الموعد ظل عبد العزيز يقلب السيناريوهات في مخيلته. أحيانا كان يمضي به الخيال بعيدا فيتصور حاله بعد أن يكتشف الكنز الذي يحلم به، بل يؤمن بأنه ينتظره في مكان ما من أكوراي. وكلما خلى إلى نفسه كان يغرق في التخطيط لما بعد الحصول على الكنز، ثم يتذكر أن الموضوع مرهون بما سيقوله الفقيه. يتمنى صادقا لو يأتيه بواحدة من تلك التقييدات التي ترشد إلى مكان الكنز فيمضيان إليه مباشرة. وجد عبد العزيز في تلك الأيام الثلاثة فسحة كافية ليستعرض أحلامه كاملة. ثم حل اليوم المعلوم. رن هاتفه، هو الفقيه يدعوه إلى اللقاء به في البيت. لم يكن بحاجة إلى الميلودي، يعرف الطريق إلى بيت الفقيه. كان الموعد كما الموعد السابق بعيد المغرب. لما فتح باب ذلك المنزل فوجئ عبد العزيز بالميلودي. لم ينتظر حتى يدخل، قال له: أظننت أنك تخلصت مني؟ ألقى بسؤاله ذاك وقد امتزجت نبرة كلامه بضحكة لم يدري لها عبد العزيز تفسيرا ولا تأويلا. تقدم إلى الغرفة التي جلس فيها إلى الفقيه قبل 3 أيام. بدا له الرجل منشرحا، وكان لذلك وقع في نفسه. على طاولة مستديرة قصيرة الأرجل وضعت صينية من الألومنيوم بها براد. وضع الفقيه بجانبه حقيبة جلدية يشي مظهرها بأنها ترافقه منذ سنين طويلة. صب الشاي في كأس كانت 2/3 في تلك الصينية، يعني ذلك أن باب الحديث قد فتح. قال الفقيه وقد استوى في الزاوية: أبشر يا سي عبد العزيز، أنت رجل محظوظ. أحس بحرارة أذنيه ترتفع، تصور الإحمرار الذي علاهما، وأحس بشفتيه تريدان ابتساما. أكمل الفقيه وقد ألقى بنظرات صوب الميلودي الذي كان كما في المرة السابقة يتظاهر بأنه غير معني بما يدور من حديث. أنت رجل محظوظ ومسعود، لقد وجدت عند أحدهم تقييدة تتحدث عن كنز في منطقة قريبة من أكوراي. امتدت يده إلى كأسه ومضت بها إلى فمه. لما رشف أحدث صوتا، عيناه لا تبرحان عيني عبد العزيز، ثم واصل الكلام: الذي وجدت عنده تلك التقييد رجل ليس به طمع، وجدها في أوراق خلفها والده، كان رجلا طيبا عرفته. كم يطلب لقاءها يا سيدي الفقيه؟ 3000 درهم. 3000؟ وهل أنت واثق من أنها تقييدة صالحة؟ لا أشك في ذلك. حرص الفقيه على أن يعدل قليلا من حماسه حين استدرك: لكني لا أضمن لك كنزا، إذا كان لك نصيب فسيأتيك بإذن الله. قال كلماته ومرر كف يمناه على لحيته شديدة السواد. هل الرجل مستعد لخفض الثمن قليلا؟ ضحك الفقيه: ألم أقل لك إنك رجل محظوظ؟ لقد ناقشته الثمن وقبل أن يبيعها 2500. خرج الميلودي من صمته: والله العظيم هو ثمن معقول جدا، التقييدات تباع بأضعاف ذلك. لما ابتسم في وجه عبد العزيز ظهرت أسنانه القلحة. أنا موافق، قال عبد العزيز، سأدفع 2500، لكن هل لي أن أرى هذه التقييدة؟ سأريها لك حتى وأنا أعلم علم اليقين أنك لن تفقه شيئا مما هو فيها. مضى بيده إلى الحقيبة الجلدية القديمة، بدا وكأنه يبحث بين أوراق رتبها في جوف الحقيبة، ثم أخرج يده وهي تمسك بظرف أصفر. فتح الظرف وأخرج منه ورقة صغيرة خطت عليها خطوط وكتبت حروف حيث تلتقي الخطوط، وفي الأسفل قياسات بالذراع وجهات منها جهة القبلة. أدرك عبد العزيز أن الفقيه كان صادقا حين قال له إنه لن يفقه شيئا مما في تلك الورقة. أعادها إليه، وعده بأن يأتيه في الغد بالمبلغ المتفق عليه. إذ ذاك أبلغه الفقيه بأنه يشترط ليرافقه إلى أكوراي
أن يدفع له على سبيل التسبيق 10,000 درهم، فإذا ما كللت العملية بالنجاح سيكون عليه أن يدفع له 10,000 درهم أخرى، وما يعادل 30% من الكنز. كان الميلودي يتابع من مكانه دون أن ينطق كلمة واحدة. ولما انتهى الفقيه من وضع شروطه سأله عبد العزيز: وهذا؟ وأشار إلى الميلودي. حرك الفقيه طاقيته البيضاء وكأنه أراد أن يضعها، ثم تركها حيث هي. الميلودي رجل قنوع، سيقبل 5% من الكنز، و2,000 درهم تعطيها له لما تتم العملية. وافق عبد العزيز دون نقاش، هي مغامرة سيركبها. تحدد موعد السفر بعد يومين. في الغد أحضر المبالغ المتفق على دفعها مقدما، وفي اليوم الذي بعده في صبح يوم بشر بحر شديد استأجر سيارة وحمل معه الفقيه. قبل أن يغادر الجديدة نصحه الفقيه بشراء فأس ومسحاة. وصل إلى أطراف أكوراي بينما كانت الشمس تأذن بالمغيب. أبدى الفقيه سعادة، ثم بدأ يتحدث عن المكان وكأنه يعرفه. قال له إن الكنز يوجد غير بعيد عن ضريح أو قبر معزول على أطراف القرية. لا يذكر عبد العزيز وجودا لضريح أو لقبر معزول. قال له إن في القرية مقبرة وحيدة. وافقه الرأي وقال له: لنذهب إلى هناك. وهما يسلكان طريقا متربة صادف بعضا من أهالي القرية. لم يكلمهم عبد العزيز، وظن أن لا أحد منهم يستطيع أن يعرف أنه الذي في تلك السيارة المكترة. ثم جن الظلام. كان قد ترجل منذ 10 دقائق. ترك عبد العزيز للفقيه زمام المبادرة. توقف عند شجرة هرمة فقدت الكثير من أغصانها. أخرج من جيبه ورقة ظن عبد العزيز أنها التقييدة التي دفع ثمنا لها 2,500 درهم. هنا، اذهب إلى السيارة وأحضر الفأس والمسحات. مضى مهرولا. كان وهو عائد يحمل تلك الأدوات لا يكف عن الالتفات. وجد الفقيه يحاول إشعال نار في كانون جعله من 3 أحجار. احفر حيث قلت لك. شرع عبد العزيز في الحفر. مرت نحو ساعة. كانت كومة التراب التي يرفعها بالمسحات قد ارتفعت بعلو قبر حديث. فجأة أصابت الفأس شيئا. نهض الفقيه من مكانه وجاء يتلو كلاما غير مفهوم. وجه ضوء مصباحه اليدوي إلى عمق الحفرة. هي قطعة لحد، لقد وقعنا على قبر. أخذ التقييدة من جديد ووجه إليها ضوء المصباح اليدوي. علينا أن نحدد جهة القبلة. أولا تعرف جهتها؟ سأل عبد العزيز مستغربا. كان منهمكين في البحث عن نقطة جديدة للحفر. كان الفقيه قد ألقى ببخور في الكانون. من حولهما ظلام دامس، وفجأة داهم السكون وقع خطى. ثم ظهرت شخوص جاء منها صوت جهوري لعل عبد العزيز يعرفه. قال الصوت: ألا تخافون الله؟ تنبشون قبور المسلمين أيها المجرمون. لم يكن لديهما متسع من الوقت لتبين صاحب الصوت. طوقهم جمع من سكان القرية، عدد منهم كانوا يحملون هراوات. ولما أمسك بعبد العزيز تعرف عليه أحدهم، صاح: هذا عبد العزيز ولد الزراق. ساقوهما إلى الطريق. كان شيخ القرية حاضرا. أمضي الليل في داره مكبلين، وفي الصباح سلم للدرك. سيعلم عبد العزيز بينما كان ينتظر تقديمه للنيابة العامة أن ذاك الذي يسمي نفسه الفقيه نصاب مبحوث عنه منذ 2 عامين، إذ استولى بالحيلة على أموال رجل في الدار البيضاء بعد أن أوهمه بأنه عثر على تقييدة تدل على مكان كنز. الرجل أنفق 500,000 درهم ولم يحصل على شيء. أحس عبد العزيز أن انسياقه وراء الوهم كان بفعل رغبة دفينة لديه في الهروب من واقعه كعاطل عن العمل. في مستهل العام 86,900 لا أحد يذكر تاريخا محددا، ظهر في محيط محطة القطار بالقصر الكبير رجل يبدو من هيئته أنه مجنون. لم يكن يكلم أحدا، وحتى إذا ما كلمه أحد فإنه لم يكن يرد ولو بابتسامة. وسرعان ما صنف في خانة مجانين
الذين يجوبون شوارع المدينة ويجدون ملاذا لهم في جوار محطة القطار أو المحطة الطرقية أو في المقابر. لا أحد سأله عن اسمه ولا فكر حتى في الاقتراب منه. الأكثر سخاء يمدون إليه قطعة خبز أو بقايا ساندويش، يمسكها ويلتهمها دون أن تعبر ملامحه عن شيء، كما كل الذين صنفوا قبله في خانة مجانين محطة القطار كانت نظراته تبدو شاردة كل الوقت. مع مرور الشهور طال شعره وتدلى على قفاه، وصارت لحيته كثة، وعلت ملابسه طبقة من الوسخ داكنة. قدر بعضهم أن يكون الرجل في الأربعين، وقيل إنه قدم من مكناس، ومنهم من قال إنه شوهد قبل سنوات في مولاي إبراهيم. أقبل شهر رمضان، صادف فصل الصيف، وعمت المدينة كما كل مدن المغرب احتفالية، واتخذت الأسواق والشوارع مظهرا بهيجا، بضائع مختلفة الألوان والمصادر وحلويات محلية الصنع ورغائف وقطائف وكل ما تشتهيه الأنفس. ولم يغب عن المشهد مجانين محيط محطة القطار، ومنهم صاحبنا الذي أعطي من غير أن يستشار اسم يقظان، في الاسم إحالة على قصة حي بن يقظان الشهيرة. مع مرور الوقت صار يستجيب بتلقائية لاسمه الجديد يقظان، ولأنه لم يكن مصدر أذى لأحد، فقد كان التجار والسكان لا يبخلون عليه بصدقة، وطالما حاول عدد منهم انطاقه واستكناه ما ينطوي عليه. من حين لآخر وإن بفارق زمني يستمر شهورا عدة، يظهر يقظان بهيئة نظيفة، يحلق شعر رأسه ولحيته، تظهر ملامحه الحقيقية. يشاع أن محسنا يتكتم على هويته هو من يتولى نظافة يقظان، والذين هم في وضع يشابه وضع يقظان يدفع لمن يقودهم إلى حمام شعبي حيث يغتسلون، وحيث يأتي حلاق بمعداته لحلق رؤوسهم ولحاهم. من الوجوه المألوفة في محيط محطة القطار بالقصر الكبير رجل تخصص في بيع الزريعة، بذور عباد الشمس المقلية. عبر السنين الطويلة التي تعاقبت أثبت العم الهاشمي براعته في اختيار بضاعته، ولعل السر الأكبر في الإقبال عليه يكمن في إتقانه قلي الزريعة. قبل سنوات تحطمت على حافة قفته الزريعة المهربة، تلك التي تباع في أكياس بلاستيكية بألوان متعددة. لاحظ الهاشمي العوامري، كذلك كان يعرف، أن يقظان يبدو قلقا كلما تم حلق شعر رأسه ولحيته ومنح ملابس نظيفة، يفضل الابتعاد عن المحطة والتواري عن الأنظار. في الحقيقة لم يكن الأمر ليثير الانتباه، فيقظان في النهاية رجل مجنون لا يستغرب أي تصرف يصدر عنه. وقد أسر الهاشمي بائع الزريعة بما لاحظه إلى صديق له يبيع الشوكولاتة والحلويات، قال له إن يقظان يتحاشى نظرات الناس حين يكون نظيفا حليق الرأس واللحية. ومع أن صديق الهاشمي لم يمنح الأمر أكثر مما يستحق، فإنه تثبت لاحقا من وجاهة ملاحظة الهاشمي. في يونيو من العام 96 اختفى يقظان من المشهد. قال سائق تاكسي كبير إنه رآه في العرائش. قبل بضعة أيام حلق رأسه ولحيته ومنح ثيابا جديدة. ذات صباح من أواخر يونيو نزل من القطار القادم من الرباط رجل أنيق الملبس، يبدو في الخمسين، في يده حقيبة سوداء، لم يكن ليثير الانتباه لو لم يتوقف عند بقال قريب. أخرج من جيبه صورة وعرضها على البقال، كانت لشاب يشبه إلى حد كبير يقظان. صحيح أن الذي في الصورة يبدو أحسن حالا من يقظان، ولكنه يشبهه إلى حد بعيد. قال البقال إنه يشبه مجنونا يلازم المحطة منذ 10 سنين أو نحو من ذلك. أضاف أنه غاب عن الأنظار منذ أسبوع أو 10 أيام. شكر الرجل البقال. لاحظ أن بائع الزريعة الهاشمي كان يتابع الحديث الذي دار بينه والبقال، ابتسم واقترب منها. أراه الصورة، بدا الهاشمي جازما، الصورة ليقظان.
يقظان؟ سأل الرجل. كذلك نسميه هنا في المحطة يقظان، لست أدري من أطلق عليه هذا الاسم. هل تعلم أين هو؟ لا، اختفى منذ أسبوع أو أكثر، سمعت سائق تاكسي كبير يقول إنه رآه في العرائش. شكرا. قبل أن ينصرف الرجل تداركه الهاشمي بائع الزريعة قائلا: يقظان رجل مجنون، وقد لاحظت أنه يميل إلى تفادي نظرات الناس كلما حلق رأسه ولحيته ومنح ملابس جديدة. لم يعقب الرجل، كرر الشكر ثم انصرف. ظل الهاشمي يتساءل حول هوية هذا الرجل، هو لم يجرؤ على سؤاله. تقدم إلى البقال علّه يجد جوابا يشفي فضوله، لم يظفر منه بشيء، واكتشف أن صاحبه حسب أن الرجل من الشرطة. كان الرجل قد اختفى. بعد يومين ظهر يقظان بجوار المحطة. ناداه الهاشمي بائع الزريعة، لم تكن المرة الأولى التي يناديه فيها. ناوله حفنة من بذور عباد الشمس. يعلم الهاشمي أنه يحب الزريعة، ظل ينظر إليه لعله ينتظر أن يعرف منه لماذا ناداه. وقد بدا للهاشمي أن الرجل ربما من حيث لا يدري تصرف بما يشكك في جنونه. نظر الهاشمي في عينيه مطولا، قال له: أنصت جيدا إلى ما سأقوله لك. كان يقظان ينظر إليه ولا يتوقف يلتهم حبات عباد الشمس. اسمع يقظان، لقد جاء إلى هنا رجل يبحث عنك، كانت معه صورة قديمة لك. ابتسم وأضاف: كنت وسيما. للمرة الأولى رأى الهاشمي يقظان المجنون يبتسم، ثم قال: يسأل عني من؟ ذهل الهاشمي، المجنون يتكلم. حاول أن يخفي دهشته وقال له: إنه يبدو رجلا مهما. كان الوافدون على المحطة يمرون، لم يكن يقظان قد بلغ من الاتساخ ما يلفت إليه الانتباه. رجل مهم؟ تساءل المجنون قبل أن يتحرك. رآه الهاشمي يمضي في اتجاه باب المحطة ثم يختفي في الزحام. كان القطار القاصد إلى الرباط قد توقف لتوه، ثم فجأة شهد يقظان يغادر المحطة وهو يجري، وراءه ظهر الرجل الأنيق الذي كان يسأل عنها. ولما تفلت من الزحام عند باب المحطة تلقفه شرطيان كانا هناك، أمسكا به، يعرفان أنه مختل عقليا. سمع وهو يقول: اتركوني، إنه يريد أن يقتلني. لحق بهم الرجل الذي كان يطارده، أنفاسه تتلاحق. قال لرجلي الشرطة إنه يريد أن يأخذه إلى عائلته في الدار البيضاء. سأل أحد الشرطيين الرجل عما إذا كان يقرب إليه، وقبل أن يرد نطق يقظان بأن الرجل يريد قتله. اقتيد الاثنان إلى مركز الشرطة حيث تم الاستماع إلى الرجل الذي لاحق يقظان. قال إن الرجل الذي يسمونه يقظان إنما هو ابن عم له، اسمه صالح رحيب، وإنه اختفى منذ 15 عاما. كان يقظان ينصت في هدوء، ثم أضاف الرجل: زوجته أختي، ولكنه تسبب لنا في فضيحة إذ فر في يوم الزفاف. سأل الشرطي يقظان: ماذا تقول في ذلك يقظان؟ صمت عدة دقائق ثم قال: صحيح، اسمي صالح رحيب، وهذا الذي أمامي ابن عمي، واسمه كما قال عبد الله رحيب، ولكن ما يدعيه من أنه زوجني أخته فمحض افتراء، كانت مؤامرة، عرض علي الزواج منها، استمهلته قبل أن أقرر، كنت أعلم أنها كانت تحب شخصا آخر، ومع ذلك لم أكن رافضا الفكرة، ثم صدمت يوم علمت أنها حامل من ذاك الذي كانت تحبه، وكان هو يروج أن الولد لي، ولذلك فررت لما هددني بالقتل. يومها أقام حفل زفاف لأخته وبعث رجالا له في طلبي، كنت قد رحلت، كنت أعلم أنه سيلاحقني، ووجدت في ادعاء الجنون ملاذا، ظننت أن الأمر سينتهي بعد أشهر. أدرجت أقوالهما في محضر ثم أحيل على النيابة العامة. عصر 10 يوليوز من العام 10 و2000، وكان يوم السبت، تلقت قاعة المواصلات بولاية أمن الدار البيضاء مكالمة من رجل
قال إنه من سانديك العمارة 51-200-1000 بشارع الزرقطوني. أبلغ الرجل عن رائحة كريهة تنبعث من إحدى شقق العمارة. لم يستبعد المتكلم أن تكون رائحة جثة متحللة. قال إن حارس العمارة طرق باب الشقة أكثر من مرة ولكنه لم يتلقى ردا. قصد العميد محمد العمبري إلى العمارة المذكورة. كانت الشقة 25 توجد في الطابق الخامس، وهي في ملك مواطن مغربي مقيم في فرنسا أوكل أمر كرائها إلى مكتب للمعاملات العقارية يوجد في ساحة محمد الخامس. قال حارس العمارة إنه حاول الاتصال بالوكالة العقارية ولكنها كانت مغلقة للعطلة السنوية، ولذلك فإن السانديك اضطر إلى الاتصال بالشرطة. طرق العميد العمبري باب الشقة، لا من مجيب. اتصل بممثل النيابة العامة المكلفة بالمداومة. كانت التعليمات تقضي بأن لا يتسرع في اقتحام الشقة وأن يبدأ بإجراء بحث يشمل سكان الشقق المجاورة لمعرفة من يتردد على تلك الشقة. وبعد الاستماع إلى عدد من الجيران علم من أحدهم أنه رأى مرة مساعد البقال أسفل العمارة المجاورة وهو يغادر الشقة بعد أن أدخل إليها بعض الأشياء. نزل العميد إلى محل البقالة. كان صاحب المحل غير موجود لحظتها. ترك له العميد العمبري رقم هاتفه طالبا أن يتصل به فور حضوره. طلب من حارس العمارة أن يبقى يقظا ثم عاد إلى مقر ولاية الأمن. في 7 مساء أبلغ بأن صاحب محل البقالة ينتظر زيارته. انتقل فورا إلى شارع الزرقطوني. علم من البقال أن الشقة مستأجرة من قبل رجل من الرباط يشغل وظيفة مهمة، وأنه يأتي إليها من حين إلى آخر ليمضي بها بعض الوقت ثم يغادر. قال البقال أيضا إن الرجل المهم يوكل إليه في كثير من الأحيان أن يحمل إلى الثلاجة فواكه ومشروبات، وإنه كان قد ترك له نسخة من مفتاح الشقة. على الفور طلب منه العميد أن يحضر المفتاح ويرافقه إلى الشقة. لما فتح الباب صارت أقوى تلك الرائحة المنبعثة من الشقة. دخل العميد ويده على أنفه. في الغرفة الوحيدة في تلك الشقة الصغيرة بجوار المطبخ والحمام تم اكتشاف جثة امرأة شابة على الفراش. كانت عارية وقد بدأت تتعفن. كانت ملامح وجهها توحي بأنها قضت اختناقا، عيناها جاحظتان. أمر العميد أن تبقى في الوضع الذي وجدت عليه. سارع إلى إبلاغ نائب وكيل الملك الذي أمر بمباشرة المعاينة وباتخاذ كل ما من شأنه أن يحافظ على معالم الجريمة. لاحقا حضر نائب وكيل الملك وتم انتداب مصلحة مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للقيام بالخطوات الأولى على طريق البحث عن حل للغز الجثة. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات. بعد 4 ساعات كان الطبيب الشرعي يحاول إنطاقها، في حين تمكن خبير مسرح الجريمة من اكتشاف عدة آثار لبصمات كانت واضحة بما يكفي، بصمات في غرفة النوم وفي المطبخ وفي الحمام أيضا. رجح الخبير أن الحمام يحتفظ بآثار ما اعتقده المعركة الأخيرة للضحية من أجل البقاء. كان الستار البلاستيكي للحمام قد اقتلع من مكانه. تم العثور عليه ممزقا فوق الفراش في غرفة النوم. حصل العميد العمبري من البقال على رقم هاتف الرجل الذي يكتري الشقة. كان يدعى عباس الفارسي. في الواقع وجد البقال نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو يتوفر على مفتاح شقة وجدت بها جثة امرأة، وإلى أن يثبت العكس فهو مشتبه فيه. وحتى يبعد عن نفسه الشبهة فإنه أبدى حرصا شديدا على التعاون مع المحققين وإلى أقصى حد ممكن. كشف للعميد العمبري أن رجلا آخر اسمه علي الشلواطي يتردد أيضا على تلك الشقة. قال إن الرجلين رغم كونهما تخطيا منذ زمن بعيد
زمن الصبا والشباب، فإنهما كانا يستعملان الشقة مكانا للقاء بنساء يقضيان معهن لحظات حميمية. قال إن الواحد منهما لما يكون قادما إلى الشقة يتصل به ويطلب منه أن يزود الثلاجة بالفواكه والمشروبات. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا. لما سأله العميد رد البقال أنه لا يعرف النساء اللواتي كن تأتين إلى الشقة، كن تتسللن إليها دون أن تثرن الانتباه. أضاف أنه موقن أن الأمر لا يتعلق ببائعات الهوى، بل بنساء حريصات على أن لا يعلم أحد بما كن تقمن به. اتصل العميد هاتفيا بالسيد علي الشلواطي وطلب منه الحضور إلى شقة شارع الزرقطوني. بعد أقل من ساعة كان الرجل حاضرا. فاجأه وجود سيارات الشرطة أسفل العمارة، كان يبدو خائفا. أخذه العميد إلى المكتب المخصص لاجتماعات السانديك، أكد له أنه يتقاسم الشقة أعباء كرائها واستعمالها مع صديقه السيد عباس الفارسي. علم العميد أن الرجل يعمل مدير أحد الأقسام في إحدى الوزارات في الرباط. قال علي الشلواطي إنه لا يعرف المرأة التي عثر عليها ميتة في الشقة، وإنه لا علاقة له بها. وكان أحد الأعوان قد رافق الشلواطي إلى المشرحة حيث تعرف على المرأة. قال إن صديقه عباس الفارسي كان يتخذها خليلة منذ بضعة أشهر. استنتج العميد أن الصديقين كانا يحرصان على ألا تلتقي النساء اللواتي يقيمان معهن علاقات. كان الرجلان وقد اقتربا من الستين شديدي الحرص على ألا يفتضح أمرهما. كثيرات من النساء اللواتي أقاما معهن علاقات كن في عمر بناتهما. أكد علي الشلواطي ما قاله البقال بشأن الكيفية التي تتسلل بها النساء إلى الشقة. كان على العميد أن يستمع إلى الشريك الآخر في الشقة عباس الفارسي. حصل على رقم هاتفه الشخصي من البقال، اتصل به ولما أجاب طلب منه الحضور إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء لأمر يهمه. لم يرد العميد أن يخبره هاتفيا بالموضوع. كان الرجل يتحدث بنبرة فيها تعال واضح. رد على العميد بلهجة حادة، هدده بأنه سوف يتصل بولي الأمن ليشكوه إليه لأنه تجرأ على إزعاجه بينما هو في عطلة نهاية الأسبوع. إذ ذاك أبلغه العميد بأن صديقه علي الشلواطي متورط في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة عثر على جثتها في شقة شارع الزرقطوني بالدار البيضاء. أبلغه أيضا بأن صديقه الشلواطي يزعم أن المرأة كانت صديقته هو، وعليه أن يحضر إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليه. كان العميد العنبري يسمع أنفاس الفارسي الذي صمت لحظات كادت تطول، بعدها خفف من حدة خطابه، اعتذر عما صدر عنه وطلب من العميد أن يمهله إلى الغد. قال إنه بصدد إعداد ملف يتعين عليه أن يقدمه إلى الوزير. كانت سنوات العمل الطويلة قد عودت العميد على حدة الخطاب وأحيانا الجرأة الخارجة عن حدود المقبول التي كان يقابل بها رجال الأمن من أشخاص يظنون أنهم فوق كل شبهة وأن مناصبهم تحميهم من المتابعات. لما أنهى مكالمته مع الفارسي وقف بباب المكتب عون من مصلحة التشخيص القضائي. كان يحمل جذاذة تخص هوية المرأة التي اكتشفت جثتها في شقة شارع الزرقطوني. اسمها عتيقة بن راجي، من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 و1000. مهنتها مضيفة طيران تعمل لحساب شركة فرنسية. عنوان إقامتها حي بوسيجور بالدار البيضاء. توصلت مصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن الدار البيضاء إلى تحديد هوية الجثة التي تم اكتشافها في 10 يوليوز من العام 10 و2000 في شقة بعمارة تقع في شارع الزرقطوني. مساء ذلك اليوم وقف بباب مكتب العميد محمد العنبري عون من مصلحة التشخيص القضائي وبيده جذاذة تخص الضحية.
في نهاية المطاف تسنى رفع بصمات الجثة وإن بصعوبة بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها. نذكر أن ما أثار الانتباه إلى وجودها في الشقة الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها. نطقت البصمات بهوية صاحبتها، يتعلق الأمر بعتيقة بن راجي، وهي شابة من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 تقيم في حي بوسيجور بالدار البيضاء، ومهنتها مضيفة طيران كانت تعمل لحساب شركة فرنسية. مر بنا في حلقة أمس أن شقة شارع الزرقطوني كان يكتريها رجلان، أحدهما يشغل منصب مدير مصلحة في إحدى الوزارات واسمه عباس الفارسي، أما صديقه الذي يقيم بالدار البيضاء فاسمه علي الشلواطي. كانت التحريات التي قام بها الباحثون على رأسهم العميد العمري قد أفضت إلى أن الرجلين عباس وعلي يتعاملان مع بقال أسفل العمارة المجاورة للعمارة حيث توجد الشقة. علم العميد أنهما كانا يستعملان الشقة 25 الموجودة في الطابق الخامس من العمارة لقضاء أوقات حميمية مع خليلات لا يبدو أنهن من بائعات الهوى المحترفات. كان الرجلان لما يرغبان في استعمال الشقة يتصل الواحد منهما بالبقال فيطلب منه تزويد ثلاجة الشقة. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا بعد أن يضع البضاعة في الثلاجة. إذاك تتسلل الواحدة من تلك النسوة إلى الشقة دون أن تثير الانتباه. كان البقال في موقف حرج، صار من المشبوه فيهم إذ اكتشفت لديه نسخة من مفتاح الشقة. ربما كان الحال أهون لو تعلق الأمر بسرقة أو، ولكنه يتوفر على مفتاح شقة عثر بها على جثة امرأة. هذا الموقف جعل البقال يبدي تعاونا كاملا مع المحققين، كان يسعى جاهدا إلى الانفلات من نطاق الشبهة. صباح اليوم التالي الأحد كان العميد على موعد مع عباس الفارسي، وكان الأخير قد سعى إلى تسخير علاقاته بما يوفر له نوعا من الحماية، وفي سبيل ذلك اتصل بمدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل الذي اتصل بممثل النيابة العامة بالدار البيضاء وأوصاه خيرا بالسيد عباس، لكن دون التهاون في تطبيق القانون. مثل هذه المساعي لم تكن بالأمر الجديد بالنسبة للعميد العمري. كان العميد يعي حساسية الموقف الذي يوجد فيه السيد عباس الفارسي، ولذلك كان حريصا على تفادي تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وصل الرجل في الموعد المحدد، تبدل خطابه بين أمس واليوم، صار لبقا، بل إن ملامحه كانت تعبر عن نوع من الاستعطاف. سأله العميد عن صلته بعتيقة بن راجي، ولكنه عوض الإجابة عن السؤال مباشرة راح يشرح حساسية الموقف الذي يوجد فيه ويتساءل عن الذي سيحدث لو علمت زوجته وأبناؤه وبناته. في النهاية أقر بأنه كان يتخذ عتيقة خليلة منذ بعض الوقت، وإنه في المرة الأخيرة التي التقاها تركها كدأبه في الشقة بعد أن ضاجعها. كان متفقا معها على أن تغادر الشقة بعد أن يكون هو قد انصرف منذ فترة حتى لا يثير الشبهات. كان يطلب إبعاده عن قضية القتل، ولكن العميد أجابه بأن بصماته موجودة في كل مكان في الشقة، وذكره بأنه لا يحق له أن يغير شيئا في الملف. لما استمع إلى أقواله طلب منه التوقيع على المحضر، وبعد أن تم أخذ عينة من دمه لإحالتها على المختبر ودعه وطلب منه أن يبقى على استعداد للمثول فور استدعائه. لم يتم وضع عباس الفارسي رهن الحراسة النظرية. ظهر ذلك الأحد في المستودع البلدي للأموات باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الضحية. كان العميد محمد العمري وهو يغالب الإرهاق الذي يعانيه يتابع عملية التشريح مرحلة بمرحلة، وقد أكدت نتائجها الأولى الفرضية التي نطق بها الطبيب الشرعي عند معاينته الأولية للجثة. تأكد الآن أن المرأة الشابة عتيقة بن راجي إنما ماتت اختناقا، خنقها قاتلها بستار الحمام الذي عثر عليه ممزقا بالقرب من الفراش حيث انتهت مضيفة الطيران جثة بلا حراك.
قال الطبيب الشرعي إن عتيقة تعرضت للخنق أثناء استحمامها، وإن جثتها تحمل آثار علاقة جنسية. أخضعت لكشط مهبلي وأحيل السائل على المختبر للتحليل. أكدت مصلحة التشخيص القضائي أن من بين البصمات التي اكتشفت في الشقة بصمة للسيد عباس الفارسي، كان رقم بطاقة تعريفه الوطنية كافيا للتحقق من ذلك، فقد تفادى العميد إحالة الرجل على التشخيص القضائي لأخذ بصماته. قرر عباس أن يمضي ليلة الأحد إلى الاثنين في ضيافة صديقه وشريكه في الشقة علي الشلواطي. في تلك الليلة لم يغمض للرجلين جفن، ظل يتدارسان كل الاحتمالات ويفكران في كل الحلول الممكن منها والمستحيل. كان عباس الفارسي الموظف السامي يعلم أن العميد قد يستدعيه في الغد للمثول أمامه من جديد. من الأمور التي ظلت تحير العميد محمد العمري أن فريق مسرح الجريمة لم يعثر في الشقة على أثر لبصمات البقال، بالرغم من أنه أقر بأنه كان يدخل الشقة وينقل إليها طلبيات علي الشلواطي أو عباس الفارسي. تبادر إلى ذهن العميد احتمال أن يكون البقال كان يستعمل القفازات عندما يلج الشقة، أو أنه حرص على محو كل أثر لدخوله إليها، ولذلك قرر زيارته من جديد في محله في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وبينما كان في الطريق إليه تلقى مكالمة من مدير مختبر التحليلات، أبلغه بأن ما استخرج من مهبل الهالكة يمثل سائلين منويين، أحدهما لعباس الفارسي والثاني لشخص غير معلوم. لما وصل طلب العميد من البقال أن يشخص أمامه كيف كان ينقل الطلبيات ليضعها في الثلاجة وكيف يغادر الشقة. جاءت إعادة التشخيص مطابقة تماما لما سبق أن أقر به الرجل. كان يتناول مفتاح الشقة الذي يضعه في الدرج حيث يضع المال المتحصل من تجارته، يأخذ البضاعة المطلوبة ثم يتوجه إلى الشقة، يفتح الباب، يتوجه إلى المطبخ ويضع البضاعة في الثلاجة، ثم يغادر تاركا الباب مواربا. في طريق العودة رافق العميد البقال، ولما وصل المحل لاحظ العميد وجود مساعد للتاجر لم يكن قد رآه من قبل. كان شابا يقوم بتنظيف المعروض من الخضر. سأل عنه البقال فأكد له أنه مساعده. تقدم العميد من الشاب وسأله عمن يكون. قال إنه من أقرباء البقال يساعده منذ عدة أعوام في ترتيب البضائع وتنظيفها، كما أنه يحمل الطلبيات إلى منازل عدد من الزبناء. لاحظ العميد أن الشاب يرد على الأسئلة بسرعة لافتة للانتباه، وكأنه أعدها من قبل، وكأنه توقع الأسئلة التي تطرح عليه. وحتى لما سأله العميد أين كان في تلك الليلة التي يفترض أن عتيقة بن راجي تعرضت فيها للقتل، رد الشاب بشكل شبه آلي أنه كان في عطلة وذهب إلى المدينة متفسحا في شوارعها. لم يكن يتوقع أن يسأله العميد عما إذا كان هو من زود ثلاجة الشقة 25 ذاك المساء. رد الشاب بالنفي. بالنسبة للعميد فإن الرجل من حيث لا يدري أكد أنه دخل الشقة من قبل. صار الآن في قائمة المشبوه فيهم شخص جديد هو مساعد البقال. أمر العميد بنقل البقال ومساعده إلى المفوضية يتعين الحصول على بصمتهما الجينية للتحليل. بعد تدوين أقوالهما في محضرين أخلى سبيلهما وطلب منهما ألا يغادر محل البقالة. في ساعة متأخرة من الليل آوى العميد إلى فراشه، ولكنه لم يستطع النوم إذ ظلت القضية تشغل باله. في الصباح اتصل بمدير المختبر يستعجله نتائج التحليلات. كان الأخير قد توصل بها لتوه. أبلغه بأن السائل المنوي المجهول الذي استخرج من مهبل الجثة إنما هو لمساعد البقال المدعو موسى الناقور. صار ضروريا الآن إخضاع موسى لاستنطاق جديد. لما أحضر فاجأه العميد بسؤاله عن المرة الأخيرة التي زار فيها الشقة المعلومة. أجاب كما في الاستجواب السابق بأنه لم يزورها يوم تعرضت عتيقة للقتل.
سأله عن محل سكناه فقال إنه غالبا ما يبيت في الدكان، وإن كان يستأجر غرفة في عمارة بحي مولاي رشيد. قال إنه لا يذهب إلى تلك الغرفة إلا حين يكون في عطلة. يقتضي التحقيق تفتيش تلك الغرفة. انتقل معه العميد إلى حي مولاي رشيد، أخضعت الغرفة إلى تفتيش دقيق، لم يظهر ما يفيد البحث. وفي لحظة أخيرة نظر العميد في كأس من البلاستيك كان في الحمام، كانت به شفرات حلاقة مستعملة ومقص ومفتاح. تناول العميد المفتاح، لم يكن به صدأ بالرغم من رطوبة المكان. سأل العميد موسى عن المفتاح فادعى أنه لا يتذكر مصدره. رأى العميد أن المفتاح جديد وقد يكون نسخة استحدثت من وقت قريب. لما عاد إلى المفوضية قارن ذلك المفتاح بالمفتاح المحجوز والذي كان في حوزة البقال، كان متطابقين. نقل موسى إلى الشقة وتم إحضار البقال. تم استعمال المفتاح المحجوز والذي كان لدى البقال ففتح الباب، ثم تم استعمال المفتاح الذي عثر عليه في سكن موسى ففتح الباب. اتصل العميد بعباس الفارسي وأبلغه بما جد في القضية. قال له ظهر ما يبعد عنك جناية القتل، ومع ذلك فإنه يتعين عليك الحضور إلى المفوضية مصحوبا بزوجتك للاستماع إلى شكايتها المحتملة في شأن الخيانة الزوجية التي تظل متابعا فيها. أدلى موسى الناقور باعترافات مفصلة. قال إنه لاحظ تردد نساء حسناوات على الشقة 25، وقبل بضعة أشهر تمكن من استنساخ المفتاح. كان يستغل الشقة للقاء بفتيات أغلبهن من الخادمات في تلك العمارة. لما رأى عتيقة انتظر أن يذهب عباس الفارسي، ولما انصرف تسلل إلى الشقة. كانت عتيقة في الحمام، باغتها، حاول الإمساك بها من الخلف، قاومت بقوة، أمسك بالستار البلاستيكي للحمام وخنقها به، كفت عن المقاومة، جرها إلى الفراش، ضاجعها وتركها ملقاة دون غطاء، ثم غادر المكان. كان العميد على موعد صباح الثلاثاء مع عباس الفارسي وزوجته لإقفال الملف، ولكنه لم يأتي في الموعد. اتصل به على هاتفه المحمول، لم يكن يجيب. ولما اتصل به في مكتبه أجابته الكاتبة، قالت إنه مات أمس في حادثة سير. علم العميد لاحقا أن عباس الفارسي لم يتقبل ضرورة إحضار زوجته إلى المفوضية، كان يخشى الفضيحة. كانت القضية تهيمن على كل حواسه. لم ينتبه وهو يسوق سيارته على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء أنه يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. في لحظة حاول تجاوز شاحنة، ولكنه تنبه إلى أن سيارة أخرى كانت بصدد التجاوز. اصطدمت سيارته بمؤخرة الشاحنة، لم يتبقى منها سوى صندوق الأمتعة والكراسي الخلفية. في 28 من يونيو من العام 10 و2000، في حدود الساعة 10:15، تلقت مصالح الأمن الوطني بمراكش اتصالا هاتفيا من مدير وكالة بنكية تقع في جليز، وقد أبلغ عن عملية اعتداء تعرض لها في باب الوكالة محاسب لشركة النهضة بينما كان يغادر ومعه مبلغ مالي هام. نظرا لخطورة هذا الاعتداء أسرع إلى عين المكان العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد أبو العواطف، كان معه عدد من مساعديه. كان الضحية ملقى على الأرض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين، كان مغمى عليه. قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية إن الذين هاجموه 3 ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله. تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل إلى المستشفى. علم العميد أبو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية أن مجموع ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة 1,500,000 درهم. علم أيضا أن المبلغ كان يتكون من أوراق من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل،
وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين. كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث، فقد طلب العميد الأرقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب. عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي. زاره في المستشفى العميد أبو العواطف. كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية. في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بإلقاء القبض على الجنى. وعلى مدى عدة أيام تواصل البحث، نظمت عمليات تطهيرية، وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم، ولم يتسنى الوصول إلى شيء. بدا الجناة الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا أو ابتلعتهم الأرض. شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في 29 من يوليوز من العام 10 و2000، توصلت مصالح الأمن بإشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للنظافة، تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة. فجر ذلك اليوم كان أحد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات، إذ وقع على كيس يحمل آثار دم. لما فتحه فاجأه وجود أعضاء بشرية، كان اكتشافا رهيبا. على عجل تحرك إلى باب دكالة والي أمن مراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من معاينة أولى للكيس تبين أن الأمر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها. تلقى العميد أبو العواطف التعليمات من الوكيل العام للملك بمباشرة إجراءات نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المستودع البلدي للأموات والعمل على تحديد هوية القتيل. في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف أي شيء آخر. انتقل العميد أبو العواطف إلى المستودع البلدي للأموات. كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المشرحة، ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح، وقد ثبت من خلال المعاينة أن كل تلك الأعضاء تعود إلى رجل واحد. كان شابا أبيض البشرة قوي البنية، وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لأفاعي وعقارب وعلامات أخرى مبهمة. قدر الطبيب الشرعي أن يكون الرجل في العقد الثالث من عمره، وأنه قتل قبل أقل من 24 ساعة، كما استنتج أنه حاول مقاومة قاتله أو قتلته. كانت تقديرات مجرد تقديرات، بينما كان على العميد أبو العواطف أن يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته، ولذلك طلب رفع بصماته. لحسن حظ المحققين فإن أصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة. 3 ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الأوصال نكرة، صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه. فما أن عرضت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بأن الأمر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من مواليد مراكش في العام 84-900 و1000. نطق سجله أيضا بأنه ذو سوابق، وأن آخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام 5 و2000، وكانت مدتها 5 سنوات قضاها في سجن علي أموم الذي غادره في 21 من مارس من العام 10 و2000. عدا الجثة المقطعة للحسين الخلوي، كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال، كانت ملابس بها بقع دم. لوحظ أنها ليست من مقاس شخص واحد، في الأمر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول. كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي أموم. انتقل المحققون إلى هناك، كان الهدف التعرف إلى الأشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة، وعلى وجه التحديد أولئك الذين كان يميل إليهم أو يميلون إليه أكثر. كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش، ولم تكن المهمة صعبة،
ضمن قائمة حملت عدة أسماء لسجناء سابقين وحاليين، استوقفت اهتمام الباحثين ثلاثة أسماء لسجناء سابقين كانوا قد أدينوا في عمليات اعتداء على أشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم أو لأسباب تمس الأخلاق. بعد الاستماع إلى الثلاثة لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلوي، ولذلك أخلي سبيلهم وإن ظلوا تحت المراقبة، وهي مهمة أوكلت إلى متخرجين حديثا من المعهد الملكي للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع. بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق. كانت التحقيقات مستمرة منذ أسبوعين الآن دون أن تلوح في الأفق إشارة ما إلى قرب الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي، ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير إلى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو شهر ونصف الشهر عند باب وكالة بنكية في جليز. كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين، وكانت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة إزاء تفاقم الجرائم، وتتحدث عن انعدام الأمن في جهات كثيرة من مراكش. كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الأمنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام. في ولاية الأمن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن 35 عاما، وكان سيحال على المعاش بعد أشهر بنهاية العام 10 و2000. ومع أنه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي، فإنه كان يتابع أصداء التحريات، دافعه في ذلك حسه المهني القوي. ذات صباح تقدم لدى العميد أبو العواطف وطلب تمكينه من إعادة الاستماع إلى أحد السجناء السابقين الثلاثة الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجن علي أموم. وافق العميد، ففي النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته. في ذلك اليوم أحضر الرجل إلى مكتب المفتش العربي الرغيوي. كان السجين السابق يعرف المفتش الرغيوي كما أن المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها. استمع إليه ثلاث ساعات وقد استشعر أن السجين السابق يخفي معلومات ما، ورجح أن يكون سبب تكتمه الخوف، ولذلك قاده إلى مكتب العميد الإقليمي مراد أبو العواطف. ولما مثل أمامه طلب المفتش من العميد أن يطمئن السجين السابق بأنه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق إن هو أفضى بكل ما لديه. كان العميد يأمل أن يتيح تدخل المفتش الرغيوي منفذا لتقدم التحقيق، ولذلك وافق على أن يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان. إذ ذاك نطق السجين السابق، قال إن الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحيله من فرنسا إلى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد أن أدين في عملية سطو على إحدى المؤسسات البنكية في باريس. اسمه خالد المرزقاني. علم المحققون بعد أن زاروا من جديد سجن علي أموما أن خالد المرزقاني بعد أن غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش. ومع أن المفتش العربي الرغيوي أثبت للمحققين الشباب أن الخبرة تتيح أشياء تبدو أحيانا متعذرة أو عسيرة المنال، فإنه نفسه لم يكن لحظتها يعلم أنه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الإقليمي أبو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت. لم تكن التحريات قد أحدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر 29 من يوليوز من العام 10 و2000. وجاء تدخل المفتش العربي الرغيوي الذي كان سيحال على المعاش خلال أشهر بنهاية العام 10 و2000 لتمنح التحقيق نفسا جديدا.
فقد طلب إعادة الاستماع إلى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي. وبعدما طمأنه بحضور العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بأن اسمه لن يذكر، نطق السجين السابق بمعلومة هامة، إذ قال إن الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من 5 أعوام بعد إدانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس. كان الشاب يدعى خالد المرزقاني، وعلم المحققون بالعودة إلى سجله في سجن علي عموما أنه مزداد بنواحي ورزازات، وأنه بعد أن غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في رياض زيتون بمراكش. علم الباحثون أن المرزقاني والخلوي غادرا السجن في الشهر نفسه، أي في شهر مارس من العام 10 و2000. توجه المحققون إلى حي رياض زيتون بالمدينة العتيقة. كانت والدة خالد المرزقاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء. كانت المهمة التي تولى الإشراف عليها الضابط الممتاز أحمد البودريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد، لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليه. كان الضباط الذين أوكلت إليهم عملية المراقبة قد تعرفوا إلى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من إدارة سجن علي عموما. بعد 3 أيام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وأبنائها 3 منها. لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج، تبعه أحد الباحثين، توجه إلى زنقة الجزارين، هناك فتح باب منزل قديم. لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود 10:00 صباحا. وأثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين أن خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده، وأن ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة. لما خرج خالد توجه إلى موقف السيارات القريب، رآه الذي يقتفي أثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع. سجل الضابط أرقامها، كان طبيعيا أن يتم البحث في خلفيتها. تم عرض أرقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد أن السيارة في ملك خالد المرزقاني وأنه اشتراها قبل 2 أسابيع من رجل اسمه بوعز المنقوش يسكن في مدينة بنغرير. كان على الباحثين أن يزوروا المالك السابق للرباعية الدفع، كان عنوانه مدونا في ملف السيارة. لما قابلوه علموا منه أنه باع تلك السيارة إلى خالد المرزقاني 100,000 درهم، وأنه لم يسلمها إليه حتى أنهى إجراءات تسجيلها في اسمه. سأل أحد الضباط الرجل عما إذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا أم أنه دفع بواسطة الشيك. ضحك بوعز باستخفاف وقال إنه حين يتعلق الأمر بشخص لا يعرفه فإنما يصر على أن يكون الدفع نقدا. وإمعانا في التفصيل قال بوعز للضابط إن خالد أتاه بأوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة 200 درهم. استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز أحمد البودريسي، وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز أن اللصوص وكانوا 3 سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله 1,500,000 درهم. سأل الضابط الرجل عما إذا كان ما زال محتفظا بتلك الأوراق النقدية. ضحك بوعز مرة أخرى، قال إنه تأكد من سلامة الأوراق النقدية وإنه أودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الآخر في المنزل لإدارة تجارته في السيارات المستعملة. طلب الضابط من بوعز أن يأتيه بواحدة من تلك الأوراق، وأخرج من حافظة نقوده 200 درهم، قال له إنه يريد استبدالها. لم يمانع الرجل، دخل إلى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل. لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الإقليمي مراد أبو العواطف
أبلغه بما وصل إليه، ثم طلب منه أن يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها أوراق 200 درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز. كانت المفاجأة كبيرة، لقد صار المحققون شبه جازمين بأن خالد المرزقاني واحد من اللصوص 3 الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب. صار لدى المحققين أيضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الأوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة. تقرر القبض على خالد المرزقاني. جمع العميد أبو العواطف في مكتبه أعضاء فريق المحققين وأبقى على المراقبة لصيقة بالمرزقاني. لقد بينت التحريات أن عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا، ولذلك فإن العميد الإقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزقاني دون أن يعرض حياة أعضاء فريقه لخطر كبير. لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزقاني على سلاح ناري. تم تكوين 3 فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته. كان على الفرقة الأولى التي تتكون من 6 أفراد أن تحتل أسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزقاني في زنقة الجزارين. كان على الفرقة الثانية وتتكون أيضا من 6 أفراد أن تقوم بعملية المداهمة. وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من 10 أفراد كان عليها أن تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في جوار المنزل. تم تحديد 6 من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزقاني. كان المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح ذاك 29 غشت لما أخذت كل فرقة مكانها. في 6 تماما تم اقتحام المنزل. بوغت خالد المرزقاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها. لم يترك له مجال للمقاومة أو حتى الكلام. تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل. لاحظ الضابط الممتاز أحمد البودريسي وجود أكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي إسمنت وفأسا ومسحات في بهو المنزل، وكأن أشغالا أجريت حديثا في المكان. نزع أحد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد. في إحدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز، كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق. على الفور تم إبلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الإيجابية التي حققتها مداهمة منزل خالد المرزقاني. انتقل العميد أبو العواطف إلى زنقة الجزارين، كما حضر الوكيل العام للملك، وطلب حضور أفراد من مصلحة الصيانة بالعمالة، وصدر الأمر بحفر المكان الذي بدا وقد أجريت به أشغال حديثا. كان المرزقاني يلتزم الصمت، يتابع ما يجري. بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان. كانت جثة رجل في 30 من العمر، وكانت تحمل عدة آثار لطعنات بأداة حادة. بأمر من وكيل الملك تم إخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت إلى مستودع الأموات لتشريحها. سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي إلى أخذ بصمات الجثة، وتبين أن القتيل يدعى جليل العبدي وأنه من مواليد مراكش في العام 81 900 وألف، كما أنه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن علي أموما بمراكش. علم المحققون أنه غادر السجن 10 أشهر قبل الإفراج عن خالد المرزقاني. ولإثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الأوصال في باب دكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين، تم أخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد، وأرسلت إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة. بعد 2 جاءت النتائج مؤكدة أن الدماء تعود إلى خالد المرزقاني والحسين الخلوي وجليل العبدي. الثلاثة كانوا معاً
وشاركوا في عملية السطو على 150 مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة. كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا آخر. أيقن المحققون أن خالد المرزقاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة. لديهم الآن ما يكفي من الأدلة لتطويقه. مر خالد المرزقاني إلى الاعتراف، حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا إلى حيث هربه بعد أن طلق أمه. حكى كيف تركه للشارع ولقدره، وكيف احتضنته أوساط الجريمة في باريس، وكيف صار مجرما إلى أن تم ترحيله إلى المغرب. قال إنه بعد أن غادر سجن علي أموم كان يقوم باعتراض سبيل المرة، يسلب منهم أموالهم تحت تهديد السلاح. وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي، واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما. كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك. أخبره الخلوي بأنه يعرف موظفا في أحد البنوك كان من الزبناء المواظبين على إحدى الحانات، وكان سكيرا ثرثارا، وقد علم منه أن الرجل ما أن يشرب كأسا أو كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من أسرار. وقد علم منه أن كثيرا من الزبناء يسحبون أموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون أي إجراءات أمنية، ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ أحيانا 2 مليون درهم. كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة. كان المرزقاني والخلوي بحاجة إلى ثالث يساعدهما، ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي، وكان رفيقا لهما في السجن، وقد اشترط عليه ألا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع. وافق. اعترف خالد المرزقاني بأنهم لما تمكنوا من سرقة المبلغ تولى إخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين، وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه. لما باشروا القسمة انقلب عليهما العبدي، إذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما. اشتد النقاش وعلى الصراخ. نهض العبدي وتوجه إلى المطبخ، وكان أقوى الثلاثة بنية. عاد وفي يده سكين، هددهما ولكنهما تصديا له. جرده خالد من مديته وصوب إليه طعنة قوية في البطن، هوى على الأرض يصرخ. قال خالد إنه خاف أن يفتضح أمرهم، فوجه إليه طعنات أخرى في جهات مختلفة من جسمه، كتمت أنفاسه. لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه. كان الحسين الخلوي قد أصيب في يده بجرح عميق، كان يتألم يصرخ من الألم. دار في ذهن خالد أنه لو تخلص منه لآل إليه كل المال. لم يتردد، وجه إلى صاحبه طعنة في الظهر. بعد لحظات كان قد فارق الحياة. يحكي خالد أنه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس. لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة، مضى بها إلى باب دكالة وألقى بها في المزبلة. بقية القصة علمتموها. تم تقديم خالد المرزقاني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العمد. لن ينسى عبد العزيز بن حمادي اليوم الذي ترك فيه منزل العائلة في ولاد رمضان في أطراف توريرت. حدث ذلك في العام 1957-1900. كان يافعا في 14، ولعله تخطاها بسنة أو اثنتين. زمن إذن في البوادي لم يكن الناس يحصون أعمار أبنائهم إلا وفق الفصول والمواسم كموسم الحصاد، أو هم يربطون ميلادهم بأحداث معينة كالقحط أو الفيضانات أو حوادث ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية. كان عبد العزيز فتى يغلب على مزاجه العناد والتمرد. كان ابن أسرة تشتغل بالزراعة المعيشية،
وكان يعد أشغال الفلاحة والرعي عقوبات يرى أن عليه أن يتخلص منها. وكان والداه يصران على أن لا يكون له من اهتمام سوى الزرع والضرع. لقد تمت تنشئتهم على حب الأرض والعمل والكد من أجل توفير ما تحتاجه الأسرة. ذات صباح من شتاء العام 57 900 وألف، استيقظ عبد العزيز قبل كل أفراد الأسرة، دخل غرفة المؤونة وفي كيس من ثوب بال وضع قطعة خبز من الشعير وقطعا من شرائح التين، تلك التي يسميها العامة بالشريحة. نظر إلى شقيقه الأكبر، كان غارقا في نوم عميق. التفت جهة غرفة والده، كان بابها مواربا. جال ببصره في فناء الدار مودعا، ثم فتح الباب وانطلق. القرية لا تزال نائمة. لما ابتعد عنها بمسافة قصيرة سمع آذان الصبح يرفع. الحياة لن تلبث أن تدب من جديد في أولاد رمضان. كانت تلك خطواته الأخيرة على أديم القرية التي رأى فيها نور الحياة أول مرة. يذكر أنه وصل إلى توريرة ضحى، لم يكن يعرف أحدا هناك ولا أحد يعرفه. قضم من خبز الشعير الذي يحمله معه، رأى شاحنة تمر غير بعيد تتقدم ببطء، وظن أنها مغادرة توريرت. لا يهم كثيرا، نظر من حوله، الناس الذين في المكان قليلون وكل يجري إلى وجهته. أسرع الخطوة وأدركها، لعل السائق لم ينتبه إليه ولا مساعده رآه. تسلق صندوقها المصنوع من ألواح خشبية ودعائم من حديد. لما أطل اكتشف أن الشاحنة تحمل صناديق محكمة الإغلاق. جلس بين صفين منها، وكان من حين إلى آخر يشرئب بعنقه جهة المقصورة. المحرك يحدث ضجيجا لا يكاد يطيقه. حاول أن يفتح إحدى تلك العلب المصنوعة من الكرتون، ولكنه لم يتمكن من ذلك. ظل ينظر إلى الصناديق، كانت عليها كتابات. أحس بالتعب، الطريق في حالة غير جيدة، بها كثير من الحفر ومقاطع لم يعد بها إسفلت. كانت الاهتزازات تخضه خضا، وفي لحظة ما نام، لا يدري كم مر من الوقت. لما استيقظ كانت الشاحنة متوقفة في قرية ما. نزل، تبدو قرية أكبر من قريته. رأى السائق ومساعده يقفان عند باب حانوت بناؤه من تربة حمراء. كانا يتحدثان إلى من بالداخل والذي لا يراه، ثم سمعهما يودعانه ويقصدان الشاحنة. لما انطلقت جرى ولحق بها كما فعل في المرة الأولى. بدا له أن لا السائق ولا مساعده انتبه إليه، ولكنه رأى رجلا بجلباب رمادي ينظر إليه باستغراب لا يخفى. قدر أن الوقت تجاوز الظهر لما وصلت الشاحنة إلى بركان. لم يزر المدينة من قبل، ترك الشاحنة ومشى في الشوارع التي لا تشبهها في شيء مسالك قريته التي تركها فجرا. ظل يتسكع في بركان عدة أيام. كان الناس يجودون عليه بالأكل، وحين يحل المساء يقصد مسجدا يمضي به الليل. ثم إنه وجد عملا في مطحنة، كان ينزل أكياس الحبوب ويدخلها إلى حيث آلة الطحن. صار شعره وملابسه يغلب عليها غبار الدقيق. كان يرهف السمع لما يدور في محيطه حديث بين زبائن المحطة، وكذلك صار يعرف أمورا كانت تغيب عنه هناك في ولاد رمضان. كان يظن أن مقامه في بركان لن يطول، ثم إنه بقي فيها نصف عام. تعرف إلى يافعين مثله من بركان، كان المدني أقربهم إليه، كان في مثل سنه وكان يعمل في مخزن للخشب. حكى له ذات مرة أنه فقد والديه في سن مبكرة، وكان عليه أن يتدبر أموره. اتفق اليافعان على الهجرة إلى الجزائر. سمعا أن ضيعات المعمرين الفرنسيين بحاجة إلى فلاحين متمرسين.
لم يكن عبد العزيز متحمسا للعمل في الزراعة، ألم يهرب من عائلته وقريته بسبب الأشغال الفلاحية المتعبة؟ ولكن المدني أقنعه بأن العمل في الضيعات المجهزة يختلف عن العمل في الحقول في ولاد رمضان أو الفضاءات القروية التي تشبهها، أقنعه بأنه سيتلقى أجرا مغريا عن عمله. مساء يوم بارد من فبراير من العام 58 900 وألف، ركب عبد العزيز وصديقه المدني حافلة متجهة إلى وجدة. لقد لمس الفرق بين خروجه من قريته وليس معه إلا كسرة من خبز الشعير والسفر على متن حافلة. كان المقرر أن يمضي بضعة أيام في مدينة وجدة وأن يعد جيدا للتسلل إلى الجزائر. كان الفرنسيون يشددون المراقبة على الحدود، فمنها كان يمر المتطوعون للقتال إلى جانب الجزائريين، ومنها كان يعبر السلاح والمال. بعد أسبوع في وجدة تمكن من التسلل إلى الجزائر واستقر لفترة في مغنية، ثم انتقل إلى تلمسان وتمكن من الحصول على عمل في ضيعة في عين فزة، اشتغل هناك 3 سنين. انتقل المدني بعد ذلك إلى وهران واستقر بها، بينما بقي عبد العزيز بن حمادي في تلمسان. استخرج وثائق هوية جزائرية. كانت الثورة الجزائرية قد اشتد أوارها. في العام الذي أعلن فيه استقلال الجزائر، في العام 62 900 وألف، تزوج عبد العزيز من ابنة جار له. توالت السنون وتباعدت الزيارات التي كان يتبادلها الصديقان المدني وعبد العزيز، ثم انقطعت أخبار المدني وتناهت إلى عبد العزيز أنباء عن هجرة صديقه إلى فرنسا. صار لعبد العزيز بن حمادي أبناء وبنات، وتقدم به العمر وبزوجته نوارة، ولم يعد يحدث نفسه عن عائلته هناك في ولاد رمضان إلا نادرا، لعله يأسف لرحيله ذاك وللألم الذي سببه لوالديه وعائلته كلها. بالنسبة إليه تلك صفحات من ماضيه طويت، ولا مجال للعودة بعقارب الزمن إلى وراء. في العام 2000 كان يقدر أنه بلغ 60. كانت ملامحه توحي بأنه بلغ من العمر أكثر من ذلك. ماضيه البعيد في قريته يحتفظ به لنفسه. في ذلك العام 2000 جاءه ساعي البريد برسالة من المغرب، ولم يكن توصل من قبل بأي رسالة من المغرب. لم يحمل الظرف اسم الذي بعث بالرسالة، ولم يكن عبد العزيز يعرف من القراءة إلا ما رسخ في ذهنه من زمن المسيد، ما يحرص عليه أشد حرص ألا تعلم زوجته ما تحمله الرسالة، وأفضل من ذلك ألا تعلم أنه توصل برسالة من المغرب. رأى أنه من حسن حظه أن نوارة زوجته كانت منهمكة في أشغال البيت لما وقف ساعي البريد بالباب. طوى عبد العزيز الرسالة ووضعها في الجيب الداخلي لمعطفه، واقتعد الكرسي القديم عند الباب يتحين اللحظة التي يفتح فيها الرسالة ويطلع على ما فيها. ما كان يريد أن يعرفه أولا من بعث بالرسالة التي جعلته يعود بذاكرته إلى الوراء نحو من 50 عاما. حدث نفسه بأنه سيقول لنوارة إن كان ما تحمله الرسالة خيرا، وإلا فإنه سيكتم ما فيها كما ظل يكتم أسراره القديمة على مدى كل تلك العقود الطويلة. تسلل إلى غرفة النوم ووضع نظارتيه. اسمه مكتوب بحروف واضحة: عبد العزيز بن حمادي. تسارعت دقات قلبه. هناك وراء الحدود من علم بمكان وجوده. كيف حدث ذلك؟ ألم يكن حريصا طوال كل تلك السنين على أن لا يعلم أحد بمكانه؟ ألم يحدث نفسه وهو يرحل عن قرية ولاد رمضان بأنه لن يعود؟ لما اطمأن أن لا أحد يراقبه فتح الظرف، أخرج ورقة بها خطوط بارزة كتب عليها نص الرسالة بحروف كبيرة. لقد أسعده ذلك
إذ سيستطيع قراءتها ولو بصعوبة. بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله قرأ خالي العزيز. لم يتصور يوما أن يكون خالا أو عما لأحد من الناس. اكتسحت ذهنه أسئلة كثيرة، من يكون هذا الذي يخاطبه بخالي؟ يذكر أنه كانت له شقيقتان تصغرانه سنا، قد يكون ابن إحداهما. ربما علم أكثر وهو يتقدم في قراءة هذه الرسالة التي هزت أعماقه. يمضي كاتب الرسالة يقول: أرجو الله أن تجدك رسالة هاته متمتعا بكامل الصحة والعافية، أعلم أنك لا تعرفني وربما فاجأتك رسالتي. صحيح أنني لا أعرفك لأنني ولدت سنين عديدة بعد اختفائك. لقد حكت لي أمي عنك، عن طفولتك وعن كل شيء، ثم عن اختفائك الذي خلف حزنا كبيرا في البيت. أنا كبير إخوتي، نحن 4 بنتان وولدان. أنا متزوج منذ 2 ولدي بنت. منذ 5 أعوام توفيت جدتي، وقبلها 20 ودعنا جدي. لم يعد من العائلة في ولاد رمضان أحد، لقد انتقلنا للعيش في وجدة، وستجد أسفل الرسالة عنواننا. أعلم أنك ستتساءل عن سبب كتابة هذه الرسالة. السبب الأول أن نعلم من أخبارك وأخبار عائلتك، وأعلم أنك تتساءل عمن دلني على عنوانك. ربما فاجأك إن قلت لك إن الأقدار جعلتني أتعرف خلال مقامي للدراسة في فرنسا على ابن رجل كان أعز الأصدقاء إليك، إنه ابن صديقك المدني. العالم صغير يا خال. في تلك اللحظة حيث كان يحلق بعيدا وعاليا في سماء ذكريات أسرته التي تركها يافعا، فتحت نوارة باب غرفة النوم، هم بإخفاء الرسالة، ولكنه لم يفعل بما يكفي من السرعة. سألته عنها، ظل ينظر إليها صامتا، ثم بأسارير مشدودة قال لها: هي رسالة من المغرب. ممن؟ هي رسالة من ابن شقيقتي. بدا على نوار الذهول، فلم يسبق له أن حدثها عن أخت له في المغرب. قال لها إنه سيحكي لها كل شيء وبتفصيل. يومها فقط علمت نوارة بقصته الكاملة. يومها فقط علمت أن عبد العزيز مغربي من ناحية توريرت، وأنه هاجر إلى الجزائر يافعا. كان يحكي لها التفاصيل، ولم يجد مبررا حقيقيا لتركه عائلته في ولاد رمضان. بكى كما لم يبكي قط. مساء ذلك اليوم اجتمع حوله أبناؤه، كان عليه أن يحكي لهم عن المغرب وعن ولاد رمضان. رآهم ينصتون باهتمام كبير. ليلتها تم الاتفاق على زيارة وجدة والبحث عن الجذور. دأب مدير وكالة البنك الإفريقي للتجارة الداخلية رشيد مهدان على الالتحاق بالوكالة صباح كل يوم في 8:45 في 25 من يوليوز من العام 10 و2000. وكعادته وصل إلى الباب الخلفي للوكالة الكائن بزنقة وادي فاس في مراكش. كان يتوقع أن يجد الباب مغلقا وأن يقرع الجرس حتى تفتح له الكاتبة أو المنظفة، ولكنه في ذلك الصباح لما وصل وجد الباب مفتوحا. دخل وقد عقد العزم على توبيخ الكاتبة والمنظفة، فمن غير المعقول أن يبقى باب الوكالة البنكية من حيث يلج الموظفون مفتوحا قبل 8:30. المسألة مسألة أمن وسلامة الوكالة. ما أن خطى بضع خطوات متقدما نحو فناء الوكالة حتى فاجأه وجود امرأتين طريحتي الأرض. لما أمعن النظر تبين له أن إحداهما كاتبته الخاصة واسمها عيد المفتوح، والثانية لم تكن سوى المنظفة واسمها رحمة المدور. كان مشهدا رهيبا، حول المرأتين بركة دم. ناداهما باسميهما، لم تجيبا. لم يعد لديه شك في أنهما فارقتا الحياة. أسرع الخطى إلى مكتبه واتصل بشرطة نجدة. بعد دقائق حضرت سيارة شرطة وعلى متنها 3 أفراد يقودهم رقيب،
كان الرقيب أول من دخل الوكالة، كان مديرها رشيد مهدان في الانتظار. قصد الشرطي رأسا إلى بهو الوكالة حيث الجثتان، كان يتحرك حولهما بحذر، قام بجس نبضهما أيقن أنهما ميتتان. بواسطة اللاسلكي اتصل بقاعة المواصلات وطلب حضور العميد المتخصص في مسرح الجريمة. لم يمر وقت طويل حتى كان العميد الممتاز أحمد العمري حاضرا، كما حضرت إلى باب الوكالة سيارة إسعاف، إذ لا يحق له أن يقرر ما إذا كانت فارغة الحياة أم لا، ذلك شأن يخص الطبيب. طلب العميد من مدير الوكالة البنكية معلومات حول هويتي المرأتين، أبلغه أن إحداهما كاتبته الخاصة، وهي امرأة في منتصف العقد الخامس اسمها عايدة المفتوح، سيدة متزوجة. أما الثانية فهي رحمة المدور، مطلقة في الثلاثين، كانت تعمل منظفة بالوكالة. أضاف مدير الوكالة البنكية أن كاتبته الخاصة سيدة عرفت باستقامتها وأنها كانت أقدم موظفي الوكالة، كما أن المنظفة رحمة لم يسبق أن أوخذت بأي مخالفة وأنها تعمل في الوكالة منذ 5 أعوام. كان الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة دكتور مصطفى العلواني أول من التحق بالعميد الممتاز أحمد العمري، فحص المرأتين وأعلن أنهما فارقت الحياة منذ أقل من ساعتين. تقتضي المهمة التي يقوم بها العميد أن يبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك ما قام به، كما أنه أبلغ رئيس المنطقة ووالي أمن مراكش، فالأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت داخل وكالة بنكية. بعد المعاينة التي قام بها الطبيب البلدي جاء دور الضابط الممتاز محمود ناصر رئيس فرقة مسرح الجريمة. تتمثل مهمة الضابط في التقاط صور للجثتين وهما في الوضع الذي كانت عليه لما اكتشفتا، والبحث على مسرح الجريمة عن كل ما قد يساعد في الوصول إلى القاتل أو القتلة. حضر نائب الوكيل العام، وبعد أن أبلغه العميد العمري بما توفر من معلومات أمر بالتعجيل بإنهاء المعاينة ورفع الجثتين ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات. كانت تعليماته إلى الطبيب الشرعي أن يقوم بالفحص الضروري للجثتين وإجراء التشريح إذا اقتضى الحال ذلك. رفعت الجثتان في المكان الذي كانت به إحداهما. لاحظ الضابط الممتاز محمود ناصر وجود قطعة زجاج بيضاوية الشكل. لاحظ الضابط أنها قد تكون زجاجة نظارات طبية، كانت سليمة ولا تبدو عليها آثار بصمات. كان الضابط قد لاحظ آثار تمزيق لسروال عايدة المفتوح بما يوحي بأنها ربما تكون تعرضت لعملية اغتصاب. كانت تلك الملاحظة في جملة ما سجله الضابط لما وصل رئيس الفرقة الجنائية الأولى الذي طالبه بالتعجيل بتحرير تقريره ورفعه إليه. التسلسل الطبيعي للتحري حول جريمة القتل المزدوجة التي وقعت بتلك الوكالة البنكية يقتضي الاستماع إلى مدير الوكالة باعتباره المسؤول الأول عنها، ثم لأنه كان من اكتشف الجثتين ومن أبلغ الشرطة. أعطى السيد رشيد مهدان وبتفصيل كل المعلومات التي تخص الضحيتين، كما أبلغ العميد العمري بأنه تعود على الوصول إلى الوكالة البنكية في حدود 8:45 وأن يلجها من البوابة الخلفية في زنقة وادي فاس. قال أيضا إن السيدة عايدة المفتوح كاتبته الخاصة تتوفر على مفتاح الوكالة، وإنها كانت تأتي كل يوم عمل في 7 صباحا، تلتحق بها بعد ذلك المنظفة رحمة، كانت تغلقان الباب ولا تفتحانه إلا عندما يصل. كانت عايدة تتوفر على مفتاح للوكالة، وكان ضروريا إذن البحث عن ذلك المفتاح. فتش العميد درج مكتبها ولم يعثر عليه، فأمر إحدى مفتشات الشرطة بالتوجه إلى المستودع البلدي للأموات والبحث في ملابس الضحية علها تعثر على المفتاح المفقود. في جوار الوكالة البنكية لم تمكن التحريات من الحصول على شيء إلا ما أفاد به أحد السكان الذي قال إنه بينما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح صادف سيارة أجرة من الصنف الصغير تغادر جوار الوكالة البنكية من زنقة وادي فاس. قال إنها مضت مسرعة وكان على متنها شخصان، لم يضف شيئا آخر،
فهو لم يتمكن من النظر إلى وجه السائق ولا إلى الذي كان بجانبه، ولم يسجل رقم السيارة. توقف البحث في الوكالة البنكية وفي جوارها، والتحق فريق الباحثين بمقر المفوضية لاجتماع احتضنه مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. كان موضوع هذا الاجتماع تقييم المعطيات المتوفرة ووضع خطة عمل في ضوء كل ذلك. كان في طليعة ما خرج به ذلك الاجتماع البحث عن زوج الكاتبة الخاصة لمدير الوكالة البنكية عايدة المفتوح، والتوجه إلى النظاراتيين لمعرفة نوعية الزجاجة بيضاوية الشكل التي تم اكتشافها في مسرح الجريمة. كان الأمل أن تأتي هاتان الخطوتان بما يتيح التقدم في التحريات وفك لغز تلك الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها امرأتان. كانت الساعة تقترب من 11 ضحا لما انفض الاجتماع، وبينما توجه مفتش للشرطة لعرض زجاجة النظارات التي عثر عليها في مسرح الجريمة على النظاراتيين، توجه العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى إلى منزل الهالكة عايدة المفتوح. طرق الباب، وبعد عدة دقائق فتح رجل بلباس النوم. كان يبدو وكأنه استيقظ لتوه، كانت نظراته توحي بأنه قادم من نوم عميق. باغته العميد بأن سأله عن زوجته عايدة المفتوح. رد الرجل بأنها ذهبت إلى عملها في الوكالة البنكية، قال إنها تعودت على الالتحاق بعملها باكرا، وإنه لما خرجت كان نائما لأنه يعود متأخرا إلى المنزل نظرا لطبيعة عمله كسائق تاكسي. تذكر العميد تلك الشهادة اليتيمة التي توصل بها الباحثون، تلك التي قال فيها أحد الجيران إنه لما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح رأى سيارة أجرة صغيرة تغادر زنقة وادي فاس مسرعة بعدما انطلقت من جوار الوكالة البنكية. سأل العميد منير الخديجي زوج عايدة، وقد علم أن اسمه عبد الجليل الرواصي، عن سيارته. قال إنها في موقف السيارات المجاور، طلب منه أن يعاينها. رافق الرجل العميد إلى موقف السيارات، عاينها وفحص ما بداخلها فلم يكتشف ما قد يفيد التحقيق. إذ ذاك فقط أبلغه بأن زوجته راحت ضحية جريمة قتل مزدوجة وقعت في الوكالة البنكية، وكانت ضحيتها أيضا منظفة الوكالة. انهار الرجل وانخرط في نوبة بكاء هستيرية. ساعده العميد على التماسك ورافقه إلى باب منزله وطلب منه أن يأتي إلى المفوضية قبل عصر ذلك اليوم. صباح 25 من يوليوز من العام 10 و2000، لما وصل كعادته في 8:45 اكتشف مدير وكالة البنك الإفريقي للتجارة الداخلية أن باب الوكالة الكائن في زنقة وادي فاس بمراكش مفتوح. وما أن وصل بهو الوكالة حتى اكتشف جثتي كاتبته الخاصة عايدة المفتوح والمنظفة رحمة المدور. لاحقا قال الطبيب الشرعي إنهما ماتتا منذ أقل من ساعتين. في عين المكان تم اكتشاف زجاجة بيضاوية الشكل سقطت على الأرجح من نظارات. في جوار الوكالة البنكية التقى المحققون أحد السكان، أبلغهم بأنه لما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الصبح شاهد سيارة أجرة صغيرة وهي تنطلق مسرعة من جوار الوكالة، وعلى متنها السائق وشخص آخر. لم يتسنى للرجل أن يقدم معلومات أخرى. بعد اجتماع في مكتب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تقرر إرسال مفتش الشرطة للقيام بجولة عبر محلات النظاراتيين، بينما توجه العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى إلى منزل الهالكة عايدة المفتوح. فتح له الباب زوجها، كان في لباس نومه وكان يبدو وقد استيقظ من نوم عميق. في الحوار الذي أجراه معه العميد اكتشف أن الرجل يعمل سائق تاكسي، وأنه يعود إلى البيت في ساعات متأخرة من الليل، ولذلك لما خرجت زوجته لتذهب إلى عملها في الوكالة البنكية فإنه كان نائما. قبل أن يبلغه بالنهاية المأساوية لزوجته، كان العميد قد توجه إلى موقف السيارات حيث عاين سيارة الأجرة التي يستغلها عبد الجليل الرواصي. لم يكن فيها ما يسترعي الاهتمام. كان على الرجل أن يتقدم إلى المفوضية عصر ذلك اليوم.
تولت أمر قطعة الزجاج البيضاوية الشكل مفتشة شرطة شابة، وقد علمت من النظاراتيين الذين زارتهم أن الأمر يتعلق بزجاج نظارات يعاني صاحبها من نقص كبير في البصر. كل النظاراتيين الذين زارتهم سجلوا قياسات الزجاجة البلورية، وقد طلبت منهم المفتشة الشابة إبلاغها فور تقدم أي شخص لتعويض الزجاجة أو حتى لطلب إعداد نظارات بديلة من نفس درجة الزجاج البلوري. في الرابعة عصرا حضر عبد الجليل الرواصي إلى مكتب العميد منير الخديجي رئيس الفرقة الجنائية الأولى. كان العميد في انتظاره، طلب منه أن يرافقه إلى المستودع البلدي للأموات للتعرف على الجثة. لما وصل تردد في النظر إليها، ولكن العميد كان يلح عليه، ما أن رآها حتى تراجع إلى الوراء وانخرط في نوبة بكاء شديد. عمل العميد على تهدئته، بعد ذلك عرضت عليه ملابسها وأشياؤها الخاصة، لم يسرق منها أي شيء، حتى دمالجها وأقراطها الذهبية كانت في جملة تلك الأشياء. عاد العميد الخديجي إلى المفوضية يرافقه عبد الجليل، كان عليه أن يكمل الاستماع إليه. كان الرجل يقول إنه آل إلى الضياع بعدما ماتت عايدة، تلك التي يقول إنها كانت حبيبته، تلك التي ضحت بالكثير من أجله وأنقذته من البؤس والشقاء. في سياق الأسئلة التي وجهها العميد إلى عبد الجليل أسئلة تخص علاقته الحميمية بزوجته الهالكة. لم يتردد عبد الجليل ومضى يحكي كيف أن كل الليالي كانت سعيدة. فاجأه العميد بأن سأله عن المرة الأخيرة التي ضاجعها، قال الليلة الماضية، أضاف بعدها نمت ولم أستيقظ إلا حينما طرقت الباب يا سيدي. وقع الرجل على أقواله وغادر المفوضية. كان العميد قد أوكل إلى مفتشين مراقبته وتتبع تحركاته. لم يغفل المحققون المسلك الآخر. مساء ذلك اليوم تلقت المفتشة الشابة اتصالا هاتفيا من أحد النظاراتيين، أبلغها أن رجلا جاء يطلب تعويض زجاجة ناقصة من نظارته وأنه ادعى أنه فقدها في الحمام. علمت المفتشة أن النظاراتي طلب مهلة 24 ساعة للاستجابة لطلب الرجل. بعد نصف ساعة كانت المفتشة في محل النظارات. كان الزجاج يتطابق تماما مع إطار نظارتي الرجل. كان الرجل يدعى فريد الأسعادي، وقد أمر العميد منير الخديجي أن يقوم مفتشان بمراقبته، وطلب من النظارات أن يطلب مهلة أسبوع وأن يدعي بأن تلك العينة من الزجاج لم تعد متوفرة وأن على الزبون أن يشتري نظارات جديدة. في اليوم التالي حضر الأسعادي وأبلغه النظارات بالجديد. كان مفتشان للشرطة يراقبانه، وقد ظل يقتفيان خطواته طيلة اليوم. وفي المساء في حدود التاسعة دخل إحدى الحانات، دخل وراءه المفتش، مضى الرجل رأسا عند إحدى النادلات، بدا للمفتش أنه من أقاربها، ولم يلبث أن أكد له أحدهم أنها أخته. كان المفتش يتقاسم الطاولة مع الرجل الذي بدا وقد شرب كمية هامة من الخمر. قال له إن فريد الأسعادي يرافق عشيق شقيقته النادلة. لم ينتظر الرجل أن يسأل عمن يكون العشيق، ومضى يقول إنه نصاب يعمل سائق تاكسي. قال إن الرجل يتخذ من حرفته غطاء لدور الوسيط الذي يقوم به بين بائعات الهوى وسياح الأجانب. ضحك الرجل السكران وقال إنه يفضل الخليجيين. نقل المفتش كل تلك المعلومات إلى العميد الخديجي. لم يعد مستبعدا الآن أن لا يكون سائق التاكسي سوى زوج الهالكة عايدة المفتوح. في الحادي عشر ليلا دخل الحانة سائق التاكسي. كان الرجل السكران قد شرب كؤوسا أخرى، ولكنه تمكن من أن يتعرف إلى سائق التاكسي. قال لجليسه ولم يكن يعلم أنه مفتش شرطة، ها هو العشيق قد وصل، ثم ضحك. من النظرة الأولى تذكر المفتش عبد الجليل الرواصي، كان قد رآه في مكتب رئيس الفرقة الجنائية الأولى. بعد دقائق كان الخبر في علم العميد الخديجي. في الثانية صباحا انفض زبناء الحانة. كان سائق التاكسي والنادلة من بين آخر من خرجوا.
رآها المفتش وهي تدس في يد فريد مبلغا من المال. ركب سيارة الأجرة وتركاه. في موقف السيارات كان ضابطان ينتظران على متن سيارة مموهة. تلقيا الأمر بالقبض على فريد الأسعادي ما أن تبتعد سيارة الأجرة التي كان يسير وراءها أحد المفتشين على متن سيارة. قبض على فريد فيما كان سائق التاكسي زوج الهالك عايدة وعشيقته يدخلان شقة في عمارة تقع في طريق أوريكا. حين اعتقاله فتش الضابطان فريد وعثر في جيبه على سكين من النوع القابل للثني. بدا وكأنه لم ينظف بعد أن استعمل في المرة الأخيرة، كما عثروا معه على نظارتيه وتنقصهما الزجاجة البلورية التي عثر عليها في مسرح الجريمة. أبلغ المفتش الذي تعقب سائق التاكسي وعشيقته بمكانهما، وبعد أقل من ساعة حل بالمكان العميد الخديجي. كانت الساعة تشير إلى 3:30 صباحا. كانت التعليمات تقضي باقتحام الشقة عند 6:00 صباحا، ولما حلت الساعة أرسل العميد إحدى المفتشات لتطرق باب الشقة. قرعت الجرس مرات عدة ثم فتح الباب. كان الرجل غاضبا يلعن الذي أيقظه من النوم في تلك الساعة. ما أن فتح الباب حتى أطبق عليه كانت عشيقته تغط في نوم عميق. بحضور سائق التاكسي وعشيقته التي تم إيقاظها تم تفتيش الشقة. كان في جملة ما عثر عليه قميص به آثار شيء أحمر يبدو كالدم. لما عرض على المرأة لم تعلق بشيء، بينما قال عبد الجليل إن الدم الذي على القميص ناتج عن رعاف أصابه. اقتيد الرجل والمرأة إلى المفوضية. معلومتان هامتان توصل بهما العميد صباح ذلك اليوم. الأولى مصدرها مدير الوكالة البنكية الذي أبلغه باكتشاف عقد تأمين على الحياة كانت قد أبربته الراحلة عايدة والمستفيد منه زوجها عبد الجليل. والمعلومة الثانية مصدرها الطبيب الشرعي الذي أكد أن الهالكة لم تعرف المضاجعة منذ فترة طويلة. لاحقا أفادت نتائج تحليل ما كان ملتصقا بالسكين الذي وجد مع فريد أنه أثر دم منظفة الوكالة البنكية رحمة المدور، بينما أكدت نفس التحاليل أن الدم الذي كان أثره على القميص هو دم الراحلة عايدة. تم الاستماع إلى الأظماء الثلاثة. قال عبد الجليل معترفا وقد طوقته الحجج والأدلة إنه لما تخرج من معهد التكنولوجيا من شعبة الميكانيك سعى إلى إنشاء مقاولة. قال إنه كان يريد الزواج من محبوبته جميلة النادلة. تقدم بطلب قرض ولكن الملف رفض إذ طلب منه ضمانة شخص له دخل قار. لم تكن موظفة الوكالة البنكية التي تعامل معها سوى عيد المفتوح. تطورت العلاقة إلى صداقة ثم تزوجها بعد أن فسخ خطوبته مع جميلة. بعد أن فشل في إحداث المقاولة صار سائق تاكسي. كانت عايدة تدفع كراء المأذونية كما أنها اشترت له السيارة، ولكنها في المقابل طلبت منه أن يمنحها شيكا موقعا على بياض، وقد فعل. وقد جعلته حرفته، خاصة وأنه يعمل خلال الليل يلتقي بعد أعوام بمحبوبته السابقة جميلة. صارت تربطهما علاقة من نوع آخر، هي علاقة وسيطين بين السياح الأجانب وبائعات الهوى. اعترف عبد الجليل بأن زوجته كانت قد حاولت استرضاءه بينما كان يريد تطليقها. أبلغته بأنها اكتتبت تأمينا على الحياة وأنه المستفيد في حال وفاتها. كانت العلاقة بينهما قد ساءت بشكل كبير. بحث في المنزل فلم يجد الشيك الذي كان يسعى لاسترداده، ولذلك قرر أن يفتش مكتبها في الوكالة البنكية. فاجأها يوم 25 يوليوز لحظة وصولها إلى الوكالة. كان معه شقيق عشيقته فريد. طلب منها الشيك ولكنها رفضت وصارت تصرخ. قال إنه حينها ذبحها. في تلك اللحظة باغتتهما المنظفة التي صرخت لهول ما رأته. إذ ذاك وجه لها فريد الطعنة القاتلة. قال فريد إنه فكر في القيام بما يضلل المحققين، ولذلك قام بما يوحي بأن المرأتين تعرضتا لعملية اغتصاب. أغلق الملف وتم توثيق البحث،
وتقديم الثلاثة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتهم القتل العمد والخيانة الزوجية والوساطة في البغاء بالنسبة لعبد الجليل، والقتل والوساطة في البغاء بالنسبة لفريد. أما جميلة شقيقة فريد وعشيقة عبد الجليل فتم تقديمها بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والوساطة في البغاء. في مطلع يوليوز من العام 11 و2000، في الثالث منه، على الطريق المؤدية من القنيطرة إلى مولاي بوسلهام، تم اكتشاف جثة طفل كانت في كيس من الخيش وقد ألقيت في المزبلة التي تقع على الطريق المؤدية إلى أولاد بالرجال. اكتشف بعض المارة الجثة في حدود الساعة 7 صباحا، ما أن أخبرت السلطات المحلية بالأمر حتى حضر إلى عين المكان وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بالقنيطرة. وقد حضر المعاينة التي قام بها العميد الممتاز محمد البهلول الذي كان ضمن أول من وصلوا. كانت تصدر من الجثة رائحة كريهة. قامت فرقة من مسرح الجريمة بمسح للمكان بحثا عن أدلة وآثار تساعد في البحث. رفعت الجثة ونقلت إلى المستودع البلدي للأموات بالقنيطرة. وقد أكد الطبيب الشرعي أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما. كانت ملامح الوجه قد انمحت أو كادت بسبب التعفن. رد الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى جرح في الرأس ناتج عن ضربة قوية بأداة صلبة، كما لاحظ أن الطفل تعرض لاعتداء جنسي كانت آثاره بادية. طلب العميد الممتاز من الطبيب أن يكشط المكان لتحليل السائل الذكوري الذي تم اكتشافه على دبر الولد. لم يمكن تفتيش ملابس الطفل من الوصول إلى ما يقود إلى تحديد هويته، وقد لوحظ أن تلك الملابس تحمل في طياتها قشور سمك بكمية تلفت الانتباه، وهو ما يوحي بأن الفتى تواجد لفترة قد لا تكون قصيرة في مكان لبيع السمك. لم يتمكن الباحثون من العثور على ما يدل على هوية الطفل أثناء تحرياتهم التي تركزت على ميناء المهدية. أيضا لم تثمر التحريات التي أجريت في شاطئ مولاي بوسلهام وفي سلا. وبعد أن انقضى أسبوع على اكتشاف الجثة تم نشر مذكرة عاجلة إلى كل مراكز الشرطة والدرك مرفوقة بصورة الطفل على الحالة التي وجدت عليها الجثة. حظيت هذه القضية باهتمام كبير للرأي العام في تلك المنطقة، ومضت صحف محلية تنتقد وتتحدث عن عجز الشرطة عن تحديد هوية الطفل. كان المحققون تحت ضغط شديد زاد من حدته الخوف والقلق الذي لم تكن تخفيه الأسر التي كانت في المهدية وفي مولاي بوسلهام. وبعد أسبوعين من اكتشاف جثة مزبلة طريق ولاد برجال تم اكتشاف جثة أخرى لطفل في ربيعه العاشر، هذه المرة بالقرب من المقبرة المحاذية لمصطفى سلا، حيث بني ميناء للصيد يطل على مصب نهر أبي رقراق. وصل إلى المكان رئيس المنطقة الإقليمية شخصيا، كان يلح على عدم إغفال أي تفصيل مهما كان دقيقا، واستنفر كل المختصين لكشف هوية الطفل. لاحقا في المستودع البلدي للأموات بسلا خلص الطبيب الشرعي إلى أن الطفل قتل خنقا بعد أن تعرض لاعتداء جنسي كانت على مخرجه آثار سائل ذكوري. تم كشط المكان وأرسل السائل إلى المختبر. ازداد الضغط على المحققين بعد أن صارت الصحف المحلية في تعاليقها تحيل على إخفاق الشرطة في التعرف على هوية الطفل الذي عثر على جثته على الطريق بين القنيطرة ومولاي بوسلهام وإخفاقها في الوصول إلى القاتل. بعد يومين أكدت التحاليل المخبرية أن السائل المنوي الذي اكتشف على جثة الطفل التي عثر عليها قرب مصطفى سلا يتطابق تماما مع ذاك الذي اكتشف على جثة الطفل التي عثر عليها قرب القنيطرة. كانت نتيجة تدفع المحققين إلى الجزم بأن الفاعل واحد في الجريمتين. بعد أسبوعين في مدخل مولاي بوسلهام تم اكتشاف جثة طفل آخر، وكما في الحالتين السابقتين كان الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي. كانت عينة السائل الذكوري تطابق تماما تلك التي تم رصدها من قبل.
الفاعل واحد. ومع تعذر التعرف على هوية الأطفال الثلاثة، أصر العميد المسؤول على خلية اليقظة والتتبع على اللجوء إلى فحص مخبري دقيق لملابس الضحايا. كانت ملابس الأول تحمل في ثناياها قشور السمك، بينما عثر في ثياب الثاني على آثار أكلة سمك. وقد أبانت التحاليل أن الآثار المرصودة إنما هي لنوع واحد من السمك، هو سمك السردين. صار المحققون يعلمون الآن أن الفاعل واحد في الجرائم الثلاث، وأن الفاعل والضحايا وجدوا لفترة ربما طالت في مكان يباع فيه السردين. تأسيسا على ذلك، صار يتعين الآن توجيه التحريات إلى الموانئ التي تشتهر بسمك السردين. كان معروفا أن أكبر ميناءين لتسويق السردين هما ميناء الداخل والدار البيضاء، وطبيعي أن يختار المحققون ميناء الدار البيضاء لإقامة مراقبة على المتخصصين في هذا النوع من السمك. كان اختيارا مبنيا على أساس قرب الدار البيضاء من المناطق التي اكتشفت بها جثث الضحايا. تم تعبئة مراقبين من بين العاملين في سوق السمك بالميناء لقاء مكافآت، وكان يشرف على العملية أحد الضباط المتمرسين. وبينما كانت المراقبة قائمة، اتصلت بالشرطة امرأة تسكن المدينة القديمة في الدار البيضاء، تبلغ بأن الطفل ذا 12 عاما الذي عثر على جثته في طريق مولاي بوسلهام ولدها. علم منها الباحثون أنه كان متعودا على الذهاب إلى الميناء ليحضر ما يساعد به الأسرة التي كانت قد فقدت قبل فترة معيلها. كان الولد يسمى عزيز محسون. مساء الخامس من غشت كانت المزايدة ساخنة في المربع الخاص ببيع السردين. لاحظ أحد المتعاونين أن جولات كثيرة رست على سماك معروف باسم بوحمرون. ولما انتهت المزايدة وقف الرجل على تحميل البضاعة في شاحنته، وقد لفت انتباه الذي راقبه أن برفقته طفل من أولئك الأطفال الذين يترددون على الميناء سعيا وراء ما قد يجود عليهم به أرباب قوارب الصيد. كان بوحمرون يبدو لطيفا مع ذلك الصبي الذي لازمه في كل تنقلاته، ثم ركب معه الشاحنة. أبلغ الضابط المكلف بالمراقبة بذلك. كانت في جوار سوق السمك سيارة مموهة على متنها مفتشون على استعداد لاتباع شاحنة السماك. كانت عملية التتبع تتم بتنسيق مع مختلف المناطق الأمنية التي تعبرها الشاحنة. لاحظ المفتشون أن الشاحنة توقفت عند مستوى مزبلة ولاد برجال على الطريق بين القنيطرة ومولاي بوسلهام. رأوا السماك بوحمرون ينزل وحيدا، حسبوه نزل لقضاء الحاجة. استأنف الرحلة وتوقف مرة ثانية في مدخل مدينة العرائش في غابة على مشارف المدينة. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. نزل السماك مرة أخرى واستدار إلى جهة باب الراكب معه. فتح الباب، شهد وهو يحاول إنزال الطفل بالقوة. كان الصبي يحاول الصراخ، ولكن السماك وضع يده على فمه ليكتم صوته، ولما لم يفلح ضربه بقوة على رأسه. بدا الطفل وقد فقد الوعي، ثم شرع بوحمرون في نزع سرواله. لم يعد هناك من مجال للانتظار، صدر الأمر بالتدخل. أحاط المفتشون بالسماك والصبي، تم تصفيد السماك ونقل إلى مفوضية الشرطة بالعرائش. ما أن مثل السماك أمام رئيس المنطقة الإقليمية الذي كان يتابع العملية حتى أخذت عينة من دمه وتم توجيهها إلى مختبر الشرطة. بدأ استجواب الظنين، ادعى أن الطفل الذي معه قريب له وإنه أنزله من الشاحنة لتفادي التبول اللا إرادي الذي يعاني منه. تم تسجيل أقواله واقتيد إلى المعتقل بينما نقل الطفل إلى المستشفى. كانت التعليمات صارمة، ولذلك ما أن وصلت إلى المختبر العلمي عينة دم بوحمرون حتى بوشر تحليلها. بعد ساعتين كانت النتيجة تؤكد أن ما اكتشف من سائل منوي على جثث الأطفال الثلاثة إنما هو للسماك بوحمرون. تم نقله إلى الرباط
ليتم ضم كل الملفات التي سيتابع فيها، وتم تشكيل طاقم من الخبراء في تحرير المساطر لتقديمه بها أمام محكمة الاستئناف. لما مثل أمام المحققين تطوقه الأدلة المادية لم يتردد في الاعتراف، قال إنه كان قد قرر قتل الطفل الرابع، وإنه كان عازما على قتل أطفال آخرين لأنه في صباه تعرض لمرات عدة للاعتداء الجنسي. حكى طفولته في المضيق وموت والديه وهو صغير، وفاجأ المحققين باعترافه بجرائم قتل أخرى. اعترف بأنه قتل 5 أشخاص ممن اعتدوا عليه جنسيا ودفن جثثهم في أماكن حول المضيق. باح بكل التفاصيل. في عزابة إلى الجنوب من مدينة سجيجدة، في سكن من غرفتين لا يبعد كثيرا عن مسجد دار الهجرة، تسكن لويزا، سيدة تقدم بها العمر. من مشيتها المتباطئة حين تخرج لشراء ما تحتاج إليه يبدو أنها في العقد 8 من العمر. الذين يجاورون لويزا وينادونها خالتي لويزا تحببا واحتراما يعلمون أنها فيما مضى من السنوات كانت تعيش في ذلك السكن مع ولد وحيد لها اسمه عبد القادر. الذين يزعمون أنهم يعرفون أكثر من ذلك عن خالتي لويزا يذهبون إلى أنها ترملت ولما تتم 30، وأن زوجها قتل في غارة للمعمرين الفرنسيين. لا أحد يدعي معرفة أشياء أخرى عن هذه المرأة التي تمضي أيامها وحيدة في ذلك السكن، ولا يظهر منها إلا رأسها وهي تطل من النافذة حين يكون الجو مناسبا. كان رشيد ابن الجيران من بين أطفال كانت لويزا تفرح باستقبالهم في سكنها. لم يكن قد أعجزها ثقل السنين بعد، كانت تعطيهم الحلوى حين تتوفر لديها، وكانت تسعد وهي تراهم يمرحون. كان ذلك قبل 40 عاما أو أكثر من ذلك بقليل. حبها للأطفال كان كثيرون يعتقدون أنها كانت تجد فيه عزاء لها، لعلها كانت ترغب في أن يكون لها أبناء كثيرين وبنات، ولكن زوجها رحل شابا شهيدا. حتى مشارف العقد 5 من عمرها كانت تظل كل مساء تنتظر عودة عبد القادر ولدها الوحيد. كان يعمل في ورشة للنجارة التحق بها طفلا دون 14. كانت أمه قد لاحظت تعثره في الدراسة ففضلت أن يتعلم صنعة تكون له مصدرا للقمة العيش. ولم يكن فيما فعلته الخالة لويزا ما يثير الاستغراب، فقد فعل كثيرون من قبلها ما فعلت وأنقذت الصنعة أبناءهم من الضياع. أقبل الفتى على الصنعة وبدا عليه سرعة التعلم، ولما بلغ 20 كان من بين الشباب الذين تعتمد عليهم الورشة في إنجاز الطلبيات التي تتوصل بها. ولكنه في الآن نفسه بدأ يتوق إلى الهجرة إلى الخارج، وقد حدث أمه مرة بأنه يريد أن يهاجر. ظلت تنظر إليه دون أن تعقب، في قرارة نفسها لم تكن لترضى على ذلك. ومنذ أن ألحقته بورشة النجارة دأبت على ترقب عودته كل مساء. كانت تجلس في النافذة ذاتها التي تقتعد إلى اليوم كرسيا وضع بمحاذاتها. كانت تراه يصل إلى مدخل الزقاق فتفرح. ولكنها ذات مساء من صيف العام 78 900 و1000 ظلت ترقبه، ولكنه لم يظهر في مدخل الزقاق، ولم يفرح قلبها كما كان يفرح لرؤيته. تقدم الليل، ولما يأست من عودته أغلقت النافذة وآوت إلى فراشها. لم تنم ليلتها، وفي الصباح توجهت إلى الورشة فلم تجد من يزودها بخبر يقين. كل ما حصلت عليه أن عبد القادر غادر الورشة كما كان يغادرها كل مساء. ذهبت إلى مركز الدرك وأبلغت عن اختفائه، وانقضت السنون دون أن تحصل على خبر. ضحى ذات صباح من العام 85 900 و1000، وكان قد مر على اختفائه 7 أعوام، طرق باب سكنها ساعي البريد وسلمها ظرفا.
لم تكن تعرف القراءة، فتحت الظرف مع الورقة المكتوبة بمداد أزرق صورة من الحجم المتوسط، أخرجتها ويداها ترتعشان، وما أن رأت وجهه حتى كاد يغمى عليها. الذي في الصورة عبد القادر، ولدها المفقود منذ 7 سنين. أحست بقدميها لا يقويان على حملها، توكأت على الطاولة التي في الممر المفضي إلى غرفة النوم وجلست على كرسي، ضمت الصورة إلى صدرها، أحست بأنها تعانق عبد القادر، ثم قبلتها قبلات طويلة، ولعلها أحست بجبين ووجنتي عبد القادر، وخيل إليها أنها تشم رائحة عرقه، تلك التي كانت تخبر بعودته من ورشة النجارة. وبعد حين لم تعد تبدو لها الصورة واضحة، الدمع الغزير الذي ملأ عينيها يحول دون رؤيتها ملامح عبد القادر الذي يبتسم. لا تدري كم مضى من الوقت، ولما انتبهت رأت الرسالة، لعله يحكي لها فيها عن المكان الذي يوجد به وعن حياته هناك. فتحت النافذة فرأت رشيد ابن الجيران يقبل، لما صار في مستوى نافذتها دعته إلى الدخول، كانت تضعه كما تضع أطفالا آخرين من أبناء الجيران في مرتبة ولدها عبد القادر. فتحت الباب ودخل الشاب وقبل جبينها كما كان يفعل كلما زارها أو التقاها في الزقاق. قالت له إنها توصلت برسالة من ولدها عبد القادر وأرته الصورة، أمسكها ونظر إلى وجه عبد القادر يبتسم، ثم أعادها إليه، قال لها إن ملامحه لم تتغير كثيرا. ناولت رشيد الرسالة وطلبت منه أن يقرأها، كانت مكتوبة بفرنسية لا تنقصها الركاكة، ولكن الشاب حرص على أن يستخرج منها مضامينها. كان أكثر ما يهم الخالة لويزا أن تسمع أخبارا تطمئنها على عبد القادر وحيدها، وها هي تسمع رشيد يقول إن عبد القادر بخير وإنه يعمل. ثم قال بعد توقف لاستكناه إحدى فقرات الرسالة إنه سيأتي لزيارتها حين تسمح ظروفه المادية بذلك، وعبر جملة من 4 كلمات أخبرها بأنه لم يحصل بعد على أوراق الإقامة، وأنه يفكر في الرحيل للاستقرار في بلجيكا أو في هولندا. كانت الخالة لويزا تصغي باهتمام إلى ما يقرأه رشيد، لم يذكر المدينة التي يعيش فيها. ناولته الظرف وهي تسأله إن كان به عنوانه، قلبه، كان هناك اسمه ورقم صندوق للبريد في مدينة غرونوبل. قال لها إنه يعيش في غرونوبل، ولكن الظرف لا يحمل اسم الشارع حيث يقيم. بعد أيام جعلت لويزا لصورة ولدها إطارا من خشب منقوش ووضعتها على الطاولة التي تؤثث الممر. منذ ذلك اليوم صار عبد القادر يطل عليها بابتسامته وبنظرته التي تجعل لها كل يوم قراءة جديدة وتأويلا مختلفا، تريد للصورة حياة حقيقية. في أوراقها القديمة، تلك التي تودعها حقيبة من جلد بني، تحتفظ لويزا برسالة تعود إلى أكثر من 10 أعوام، كانت قد توصلت بها من نورا ابنة شقيقتها يمينة التي تعيش في فرنسا في مارسيليا، أغلب الظن لا تذكر تحديدا. لقد مرت سنوات على توصلها بتلك الرسالة. فكرت لويزا في كتابة رسالة إلى ابنة شقيقتها علها تساعد ولدها عبد القادر، وحين يتعلق الأمر بكتابة رسالة فإن رشيد ابن الجيران يكون الملجأ. لقد بلغ الآن مستوى من التعليم يجعله قادرا على تحرير الرسائل في كل المواضيع، كذلك كانت تظن لويزا، وكذلك ظنه بنفسه هو أيضا. أخرجت الظرف الذي يحمل عنوان نورا ووضعته على الطاولة عند صورة عبد القادر، ستنتظر مرور رشيد لتطلب منه أن يكتب رسالتها إلى ابنة شقيقتها، وقد تسنى لها ذلك بعد يومين. كان رشيد يستمع إلى الخالة لويزا وعلى ورقة من دفتر مدرسي كان يكتب، بين فينة وأخرى كان يستزيدها توضيحات،
نظراتها تتركز على قلم الحبر الجاف الذي يرسم الحروف بحركات تراها تنطق بما تريد أن تبلغه إلى ابنة شقيقتها. كتبت الرسالة وتولى رشيد نفسه إرسالها من مكتب بريد عزابة. هي رسالة أرادتها وسيلتها لمساعدة ولدها عبد القادر الذي رحل بلا كلمة وداع أو قبلة على جبينها أو ظاهر يدها. لقد غفرت له في النهاية. ما خفف من ألمها الذي استمر سنوات أنه لا زال يذكرها، وأنه أراد أن يطمئنها بأن بعث لها بصورته. وتوقعت لويزا أن تكون رسالته تلك بداية تواصل جديد معها، وطلبت من رشيد أن يكتب إليه ردها وبعثت به. بعد 3 أشهر جاءتها من نورا رسالة أبلغتها بأنها ستحاول العثور على عبد القادر، ولم تتوصل برسالة جديدة من ولدها، وظنت أنها وقعت لديه في النسيان أو أنه يواجه ظروفا صعبة. مع انصرام الأسابيع والشهور عادت الحياة في بيت لويزا إلى سالف عهدها، هي الرتابة وهي الإطلالات من النافذة، الوجوه نفسها تعبر من الزقاق الذي لا يتغير. نحن الآن في العام 97 900 1000، 12 سنة مرت على رحيل عبد القادر. لم تأتها منه رسالة، ولكنها توصلت برسالة جديدة من نورا تخبرها بأنها تمكنت من العثور على أثر لعبد القادر في مدينة غرونوبل. قالت إنها لم تلتقه بعد، ولكنها تعرفت إلى جزائريين ومغاربة كان يعيش برفقتهم، وأنهم أخبروها بأنه انتقل إلى بلجيكا قبل أشهر. أبلغتها بأن ما توفر لديها من معلومات يفيد بأنه كان بصحة جيدة. بعد 5 أو 6 أشهر كانت نورا التي تعمل في وكالة للأسفار في رحلة إلى بلجيكا برفقة وفد من السياح الكنديين والأمريكيين. كانت بلجيكا محطة من جولة أوروبية تشمل عدة بلدان. في البرنامج توقف ل3 أيام في بروكسل، سترافق فيها نورا السياح إلى المزارات الأكثر شهرة في بروكسل، منها الأتوميوم والساحة الكبرى لغروند بلاس الشهيرة. لم تكن نورا تتوقع أن تلتقي ابن خالتها عبد القادر في واحد من تلك المزارات، ولكنها كانت لا تستبعد أن يحدث ذلك إن هي زارت الأسواق والفضاءات التي يقبل عليها المهاجرون. قصة خالتها لويزا مع ابنها عبد القادر تسكنها، تتخذ منها تحديا شخصيا. عليها أن تجد في برنامج الرحلة فسحة تقوم فيها بجولة عبر الغار دو ميدي أو غو دو برابون والمقاهي التي يرتادها المغاربيون إجمالا. تمكنت نورا من استخراج فسحة من 3 ساعات في اليوم الثاني من وصولها إلى بروكسل، وكان يوم أحد، وقررت التوجه إلى سوق الميدي ثم إلى غو دو برابون. كان الحضور المغاربي بارزا هناك، سحنات الناس وملابسهم تشي بذلك. استوقفها مطعم للأكلات الخفيفة، كانت الساعة تشير إلى 2 بعد الزوال. أرادت أن تتناول سندويشا، لما دخلت المحل سريعا استنتجت أنه لمغاربة. تقدمت إلى شاب يجلس خلف الصندوق، طلبت سندويش لحم مفروم. في خلفية المحل وجوه تتحرك، هناك متوارين عن الأنظار يعدون كل شيء. لفت انتباهها وجه بدا لها أنها رأته من قبل، ولكنها لا تذكر متى وأين. ظلت مكانها واقفة تنتظر السندويش. لما أعد وكانت قد صرفت نظرها عن خلفية المحل وتنظر إلى الحركة الدائبة بالخارج، سمعت صوتا يناديها: مدام. التفتت فرأت ذلك الوجه الذي خيل إليها أنها تعرفه، كان يمسك بالسندويش الملفوف بعناية. الآن وقد اقتربت منه أكثر تبينت ملامحه، يبدو 50 سنة. أمسكت بالسندويش وهي تلقي بكلمة الشكر، همت بالانصراف، ولكن الرجل نفسه ظل ينظر إليها. اقتربت أكثر وقررت أن تسأله: اسمح لي يا سيدي،
أظن أنني عرفتك في مكان ما في زمن لا أتذكره جيدا. كان يحدق في وجهها بعينين مفتحتين. أجابها بأنه أيضا يظن أنه سبق له أن التقاها. عن قرب تشبه ملامحه ملامح عبد القادر ابن خالتها لويزا، فهل يكون هو؟ بلا مقدمات سألتها: هل أنت عبد القادر؟ عبد القادر من؟ هل أنت جزائري؟ نعم. هل أنت عبد القادر ابن الخالة لويزا في عزابة؟ صمت، ابتلع ريقه الذي يجلس في الصندوق يتابع حديثهما. نعم أنا عبد القادر. وأنت ألست نورة؟ نعم، لم تتبدل ملامحك كثيرا، كنت أعرفك طفلة. خرج وصافحها بحرارة ثم تعانق. تواعد على اللقاء مساء، أعطته رقم هاتفها. أرادت أن تسمعه معاناة أمه وأن تسمع منه قصته كاملة. لما ودعته كانت عيناه تدمعان. كان على موعد في مقهى في بولفار أنسباش الذي لا يبعد كثيرا عن لا غروند بلاس. انتظرته ولكنه لم يأتي ولم يتصل ليخبرها بأنه لن يحضر. كانت الساعة قد تجاوزت 9 لما غادرت المقهى. كانت قلقة. في الصباح بعد أن رافقت السياح في جولة أخيرة ركبت المترو إلى الغودو برابون، إلى محل الوجبات السريعة حيث التقته بالأمس. سألت عنه فأبلغت بأنه تعرض لحادثة سير خطيرة وأنه نقل إلى المركز الاستشفائي سان بيير. دون ما انتظار قصدت إلى هناك. سألت عنه موظفة في مكتب الاستقبال فردت تسألها عن علاقتها به، ولما أجابتها بأنها ابنة خالته تغيرت ملامحها بما يعبر عن حسرة وأسف، ثم قالت: أنا آسفة، لم يستطع الأطباء إنقاذه. وقع عليها خبر وفاته كالصاعقة. غادرت المركز الاستشفائي وقد تعطلت بوصلتها. ذهبت إلى حديقة وجلست تتأمل الناس والنبات بعينين شاردتين، ثم إنها قالت لنفسها: ذاك هو قدر عبد القادر، تلك هي نهايته كما كتبت له. غادرت بروكسل مع الوفد السياحي وقد قررت ألا تخبر خالتها بموت عبد القادر. تظن أن الأفضل لها أن تظل تعيش على أمل، على أن تقضي أيامها الأخيرة تتجرع ألم موت لم تكن لتظن أنه سيسبق موتها هي. لم يكن هناك ما يميزه عن الآخرين في الظاهر على الأقل. إفريقي من مئات ممن يتحينون الفرصة للإبحار إلى الضفة الأخرى، إلى إسبانيا. يوسف يقول إنه اسمه كان واحدا من أولئك الذين درج الناس في حي مسدانة بطنجة، كما في أماكن أخرى يتواجدون بها، على مناداتهم مونامي، وتعني بالفرنسية صديقي. وينادي العامة أولئك الأفارقة المرشحين للهجرة السرية إلى أوروبا بمونامي، ولو كانوا 10 أو 50. ظهر يوسف في حي مسنانة في حدود العام 2004، وسرعان ما استطاع أن يحفظ بضع كلمات بالعامية المغربية كانت مفتاحه إلى التعامل مع الناس في ذلك الحي الشعبي الكبير. تخطى حدود صدقة صدقة، أي أعطوني الصدقة، كما يرددها آخرون ممن هم في وضعية صعبة مثله. كان يقول إنه من السنغال. في الحقيقة لم يكن الناس يتوقفون كثيرا عند جنسية يوسف مونامي ولا عند دينه وملته، فذاك أمر لا يهمهم. وكما آخرين ممن اتخذوا من حي الرهراه المحاذي لمسنانة مستقرا، لمس يوسف كرم المغاربة. كانوا يتصدقون على أولئك المساكين، وفي الأعياد في عيد الأضحى مثلا يجعلون لهم نصيبا من أضحياتهم، إذ يعتبرونهم أبناء سبيل. حاول يوسف أن يكسب من عرق الجبين، فعمل أحيانا في أوراش البناء، وتارة اشتغل حمالا في السوق.
كان ذلك هو الوجه الظاهر ليوسف الذي تمكن مرات كثيرة من الإفلات من الحملات التي تنظمها السلطات لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية. الذين لديهم بعض من دقة الملاحظة رصدوا أن منامي يوسف يحظى باحترام عجيب من كل أفراد المجموعة التي يتقاسم معها المأوى. كان يقود تلك المجموعة ويشرف على ترتيب محاولات الإبحار إلى الضفة الأخرى. ورأى ابتسامته العريضة التي تلازمه كان يختفي حزن عميق. فيوسف الذي بلغ 30 بعد أن استقر في مسنانة يراكم في داخله آلام فراق أصدقاء وأقربين دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولة بلوغ الضفة الأوروبية جريا وراء حلم يصر آلاف ممن هم كيوسف على الإبقاء له على جذوة في أفئدتهم وعقولهم. كان الذين تعامل معهم هذا الإفريقي المرح في الظاهر على الأقل يعرفون أنه سوف يرحل يوما ما، وقد لا يبقي لهم في ذهنه ذكرا بعد أن يعبر إلى الجانب الآخر من المضيق. كانوا يعلمون أنه عابر سبيل. ومع المجموعة التي كان يقودها يوسف كانت في مسنانة مجموعات أخرى لا تقل تنظيما، ولم تكن العلاقات بين تلك المجموعات سهلة طوال الوقت، وكان التوتر يظهر على السطح من حين إلى آخر. إحدى تلك المجموعات وكانت تضم 10 أشخاص كان يقودها شخص آخر ينادونه جيجو، وبينما كان يوسف معتدل القامة كان جيجو ينزع إلى أن يكون مديدا. كانت ملامح أفراد المجموعتين تختلف من مجموعة إلى أخرى، وكانت على وجوه أفرادها علامات تميز بين أفراد المجموعتين، كانت علامات تدل على انتماء إلى قبيلة بعينها. كان الرجلان يتبادلان حقدا وضغينة حملاها معهما، ومع ذلك فإنهما كانا يحرصان على كتمان عدائهما. التحقت بالمجموعة فتيات، ثم صارت تظهر في الشوارع حوامل ثم مرضعات وأمهات تحملن أطفالهن في ظهورهن. اتخذ يوسف فتاة منهن صاحبة، كانت تبدو شابة لا يتعدى عمرها 20، وما لبث أن ظهر عليها الحمل. اسمها مريم. قالت يوما لأحدهم في سوق مسنانة إنها قدمت من بوركينا فاسو. حكت فصولا من رحلتها عبر الصحراء مرورا بمالي والجزائر انتهاء إلى المغرب. بفرنسية إفريقية اللكنة حكت كيف مات عدد ممن تاهوا في الصحراء أو تعطلت الشاحنات التي كانت تقلهم بعدما نفذ ما كان معهم من ماء وأكل. حكت كيف قطعت هي ومن كانوا معها في الركب المئات من الكيلومترات مشيا. قالت إن كثيرين ممن كانوا في الركب هم فارون من حروب تشهدها عدة بلدان أو من أوضاع اقتصادية صعبة. شكت مريم مرة أحد أفراد جماعة تستقر بالقرب منهم هددها بقتل مولودها. وما كان من يوسف إلا أن أرسل 3 من رجاله في طلبه. جاءوا به. كان يوسف ينتظر في غابة الرهراء. في الغد عثر عليه مشنوقا ومعلقا إلى شجرة. حملت الجثة إلى المشرحة. كانت لأحد أفراد المجموعة المعادية لمجموعة يوسف. أفضت التحريات إلى أن الذي حدث مساء 15 فبراير من العام 2000 كان جريمة قتل وتصفية حسابات بين المهاجرين السريين الأفارقة. وقد نظمت في الأيام القليلة التي تلت تنفيذ الجريمة حملة مكنت من القبض على عدد من المهاجرين السريين، ومنهم أفراد من مجموعة يوسف فيهم مريم صاحبته. اختفى يوسف عن الأنظار بينما كشف التحقيق مع من اعتقلوا أشياء ذات أهمية وخطورة. علم المحققون أن يوسف الإفريقي الشاب البشوش الذي يقول إنه آت من السنغال لم يكن سنغاليا بل قدم من رواندا، وأنه ينتمي إلى قبيلة الهوتو. كانت الفرضية الأقوى أن يكون يوسف واسمه الآخر هو ميمبا سوسوكو
قد التحق بمجموعات المهاجرين السريين التي تتخذ مخابئ لها في غابات بليونش بمحاذاة السياج المقام حول مدينة سبتة المحتلة. وبدا تعقبه أمرا تحفه عدة صعوبات، ثم بدأت تأتي من المداشر المحيطة بغابات بليونش أصداء عن شخص من مالي يدعى تيجان ديالو. قال الذين التقوه إنه شاب وديع استطاع تعلم العامية المغربية، كان يتصرف كما كان يفعل من قبل في مسنانة بطنجة، يتقرب إلى الساكنة ويقيم علاقات تتيح له رصد أخبار ومعلومات تفيده في التخفي. بدا للمحققين أن توقعاتهم في الطريق لكي تصدق، ولكن الرجل كان شديد الحذر، يختفي كلما اشتم رائحة عملية أمنية أو تحركا للسلطات، وقد طرحت عدة مخططات للقبض عليه. واستقر رأي الذين أوكل إليهم أمر ملاحقته على أن يقيم أحد السكان بمحاذاة شاطئ بليونش وليمة، وأن يدعى تيجان ديالو إليها، وأن يصحب معه من يحملون الطعام للمتوارين في مغارات وغابات بليونش. في الليلة التي سبقت اليوم المحدد بات محققان في المنزل. ظهر اليوم التالي حضر ميمبا سوسوكو، كان الرجل نفسه الذي في الصورة التي معهما، وكان في جملة المبحوث عنهم في قضايا القتل والعنف الذي شهدته رواندا بعد العام 94-900 وألف، ما أن دخل الباب حتى أحاط به المحققان. مرحبا بك مونامي، نظر إليهما، كان في نظرته ما يوحي بأنه أدرك أنها النهاية، ومع ذلك فإنه حاول التفلت، دفع أحد المحققين وهم بالركض، كان المحقق الثاني أسرع منها، أسقطه أرضا وصفده، بينما أسرع اثنان كانا يرافقانه إلى الغابة، وسرعان ما التهمهما الغطاء النباتي الكثيف. علم منه المحققون أن اسمه هو ميمبا سوسوكو، وأنه كان يقود مجموعة لقتل التوتسي كانت تتحرك في جهات مختلفة من رواندا. قال إنه شارك في تلك الحرب انتقاما لمقتل والديه، اعترف بأن ذلك الشخص الذي قتله في غابة مسنانة كان عدوا له، كان من التوتسي، ولكنه أقر بأنه لم يقتله بسبب ذلك، بل لأنه حاول المساس بميريام صاحبته. كان ميمبا سوسوكو ينوي القيام بمحاولة للعبور إلى إسبانيا، وكان في حساباته أيضا أن يتسلل إلى سبتة المحتلة، في جملة ما باح به أنه كان يسعى إلى تمكين أفراد مجموعته من التسلل أولا، وأن يكون آخر من يتسلل. لم يبدي أسفا على جريمة القتل التي اقترفها، ولم يبدي أسفا على مشاركته في المذابح التي شهدتها رواندا، كان أسفه الوحيد أن هروبه انتهى هناك عند شاطئ بليونش.